are the sounds, and additional sounds to a minimum of the structure of light purification. وكان بدأنا في الهارت ساوند بتاعتنا الاس 1 والاس 2 بالتفاصيل بتاعتهم، واتكلمنا عن حاجه اسمها سبليفنج وسكند هارت ساوند، واتكلمنا على اديشنال هارت ساوندز اس 3 واس 4 واجيشن كيرف اوبننج سناب. بنكمل ميرمر. كلمه ميرمر كما تعلمون هو الترك نفسه في خلاط النور نتيجه ان الدم عدى من حته الرياض او مشي عكس الاتجاه أو مشي النورمال باث واي زي الـ GSD مثلا، أو مشي بسرعة زي حالات الأنيميا، أو أوفر فلو ميرمر. أوفر فلو يعني كمية الدم زيادة على الصمام. أي حاجة من دول ربما تؤدي إلى تيربلنس، وهذا التيربلنس بنسميه ميرمر. لما تسمع ميرمر لازم تعمل عليه كومنت. الكومنت ده بيشمل على الأقل يعني خمس نقاط. لازم تعلق على التايمنج بتاعه، يعني تقول الميرمر ده سيستوليك ولا باستوليك، وتعلق على الكاركتر يعني المرمر ده عامل ازاي، وتعلق على سايت اوف ماكسيمم انتنستي اعلى مكان. لو كان المرمر ده قوي ها تقول لي هو بيسمع فين تاني، بروباجيشن او راديشن، وايه المانوفر اللي تعمله، الحاجه اللي تعملها عشان تزود بيها هذا المرمر. بدايه وانا بسمع اي مرمر ايدي على الكاروتيد بعمل تايمنج. عندي سيستوليك ميرمرز ولا ديستوليك ميرمرز؟ السيستوليك ميرمرز المشهورين اورتيك ستينوزس مايكرو ريجيرجن تايكارد ريجيرجن اي اس دي. الدايستوليك المشهورين اورتيك ريجيرجن ومايكرو ستينوزس. الفكره ببساطه هو ليه ده سيستوليك وده دايستوليك؟ لازم تكون فاهم الكارديك سيل. سيمبلي لما اقول لحضرتك المايكرو فالف بيتقفل امتى؟ أول حاجة تحصل في السيستوليك المايكرالي أو الترايكازمي يقفل، بيقفلوا مع بعض يعملوا الصوان حتى. لو المايكرو والترايكازمي ما عرفوش يقفلوا يعني عندي ريجيرج، فالدم هيرجع أثناء السيستوليك، فبالتالي المايكرو ريجيرج والترايكازمي ريجيرج سيستوليك. السؤال الثاني المايكرالي والترايكازمي دي بتاعته إمتى؟ في الدايستول عشان الدم ينزل. لو عندي مايكرو ريستنوزس الدم هينزل أثناء الدايستول هيعمل صوت، لما يعمل صوت يبقى دوت دايستوليك. العكس الاورطة بيفتح امتى؟ في السيستول عشان الدم يحصل له ريجكشن، خلاص جه يفتح لقينا ضيق، يبقى الاورطة كيستنوز السيستوليك بيقفل اول حاجه في الدايستول ما قفلش، فالدم هيقعد يرجع اثناء الدايستول يبقى دايستوليك. حوار السيستوليك والدايستوليك ده هيجي بسهوله، بس هو الفكره تبقى فاهمه. وانا فاهمه عن طريق الكارديال سايكل، وبعدين كل واحد هيتقال في تفاصيل. انا هقول لك دلوقتي ايجكشن سيستوليك وميد دايستوليك وايرلي دايستوليك، وهنلخبطها اكثر من كده وهتبقى سهله. مثلا لما اقول لك الفي اس دي اكيد الدم هيعدي من الليفت فنتريك للرايت فنتريك اثناء السيستول عشان البريشر فيه اعلى، وهكذا. يبقى في مرمر سيستوليك ومرمر زي كده دايستوليك، وكل واحد هيتاخد على كده. الجزء الثاني هو الكاركتر اوف مرمر، يعني اهل العلم اهل الخبره في الكارديولوجي سمعوا المرمر ازاي، يعني قال لك المرمر ده زي كذا ده زي كذا. قول مثلا على الاورتيك ستينوزس والبي اس دي قالوا عليه هارش مرمر، ده اقوى حاجه لايك اورتيك ريجيرج، ده سوفت بلوينج عامل زي نفخه كده او صفاره خفيف جدا. المايكرو ستيمولس حاجه بتقول رامبلينج رامبلينج لايف. المايكرو ريجيرج مينلي سوفت سوفت نفخه. ده اقل منه يعني ما حدش ايه ما صدقنيش برضه بصراحه يعني انا بسمع جيمكس ها بيقول لي هو بيوري ولا بيوري ولا بيوري ولا بيوري ولا بيوري ولا بيوري ولا مش فارقه. انا فارقه معايا التايمنج، ما انا هلف وارجع لكم برضه الكارديولوجي والاستربيشن. ما هو الاستربيشن طيب يعني اهم من انك تطلع الكاركتر، لان انت بتطلع التايمنج وتركب الكاركتر عليه. بما انه سيستوليك وعلى الايبكس مايكرو ريجيرد يبقى سوفت،
من أيام مدرس طلب وعلى الإيه بيكس مايكل سلوز يبقى هو على فكرة البرامج هو كده فعلا بس محتاج منك هاي أنت تسمع أكثر يعني. السايت بقصد بكلمة سايت هو سايت أوف ماكسيموم إنترست يعني إيه؟ يعني أعلى مكان أعلى مكان يكون فيه المكبر واضح ودي أصلا عملناها يا ولاد عشان لو عندنا خمس أماكن بنسمع فيهم كاليفورنيا مايكل كاليفورنيا مايكل نسمع فيها يطلع فوق الاولاد للكاروتيد وينزل تحت للايبكس يطلع لغايه النيك فوق وينزل تحت لغايه الايبكس يعني مثلا انت الاورتيك استروز اعلى مكان يمين اعلى مكان الاورتيك استروز ده ايه بقى انت انا بحط سماعي بس بصوا على ايدي بصوا على ايدي على سماعي بقى مهم لايك سامعه هنا هو طالع ونازل بس اعلى مكان مش كده خد بالكم من حاجه مش معنى ان هو رايح للنك ان انا انط على النك امشي كده فاهمين ولا لا؟ اصل لو جيت من اعلى مكان لاقصى مكان انا مش سامع اي حاجه انت لابد ان يبقى مختار السماع ماشي واحده هتلاقي المجمر مسموع بس بيضعف معاك هيبقى ده اسمه بروباجيشن المجمر القوي ممكن يكون ايه؟ ويكون ليه بروباجيشن وده بيكون بلاك السيستول فيه قوه بس السيستول ميرمر زي ما بيقول اللي هي بروباجيشن المايكرو ريفيرجن مثلا يتميز ان هو يمين شمال يمين رايح للاسترنم ورايح للبيز وشمال رايح للاجزله دي انتوا بتحبوها قوي يعني لما رايح للاجزله المايكرو ريفيرجن من مع الوقت هتبقى حاجه عظيمه جدا يعني صار الميرمر هنا الميرمر صوت عامل كده على المكان انتوا تسيبوا كده والله مش سامع يا طبعا ما انت جاي من ايه؟ من اعلى نقط ما ينفعش انا امشي ازاي؟ واحده الاقي رايح معايا بس ايه؟ انا بس ليه فهمت ولا يبقى البروجيشن ما تنطش على المكان ولكن يمشي تدريجيا يفضل ماشي معاك. ميرمر زي الفي اس دي بيسموه المفتري. هو فعلا مفتري بيسمع اوفر بريكورديا هو الشاطر فاكر اعلى مكان للبي اس دي؟ قول لك اعلى مكان للبي اس دي؟ اللي بتبقى السنه هتقول له بيسمع في كل حته، ليه بيسمع في كل حته؟ بس اعلى مكان مين؟ اعلى مكان هو الحته بتاعت البي اس دي يعني اللي بتبقى السنه، وبعدين بيسمع في كل مكان فانت لما تلاقي مرمر في كل حته بس اعلى مكان هنا. اعلى مكان هنا يبقى حاجه فيها ايه؟ بي اس دي. لاحظ حاجه. سيستوليك. الدايستوليك مرمرز ار لوكالايزد. دايستوليك مرمرز ار لوكالايز يعني المايترال ستروز والاورتيك ريجيشن دايستوليك فيا دوبك انا بسمعها في مكانها يبقى السيستوليك مرمر عشان قوي ممكن يكون ايه؟ بروباجيشنز بينما الدايستوليك مرمرز غالبا عشان هي فيها ضعف شويه فانا يا دوبك بسمعها فين يا ولاد؟ بسمعها في مكانها. ايه المانوفر اللي هعمله؟ عشان ازود بيه المرمر اي مرمر على اورتيك اريا بعمل حاجتين ليمنج فورورد واكسبريشن يعني مثلا انا بسمع الاورطة فانا سمعت مرمر عايز اوضحه لنفسي وانا حاطط السماعه كده خليني اعمل قدام لما يميل قدام القلب بيقع بالجراف شويه يعني الاورطة بيقرب من الشيست وورد فبسمع الصوت قوي يعني ده بيزيد مع مين؟ ده مع ليمنج فورورد او مثلا كمان غير ليمنج فورورد ده يعمل اكسبريشن هو لما يعمل يا ولاد بيخرج الهواء خد بالك كده ايه؟ انا عصرت صدري كمان خرجت الهواء ممكن اخلي شويه دم يعدي بس في حاجه ثانيه كوني فضيت الهواء بقى القلب نازل في التشست وورم من غير اي عوارض تخدمهم يعني انت بتسمع الورطه اعمل حركتين اهمهم خليه مايل قدام كده يعني قعد العيان هو نايم قعده خليه مايل قدام هتلاقي المرمر زاد ممكن تقول له خرج نفس سخن يعني اعمل اكسبيريشن بس اهم حاجه اقعد مايل قدام ما تسمعش الورطه ولا عين مع الضهر يفضل الورطه ولا ايه؟ وانا عامل ليمنج فورم عشان بقرب الصمام من الانتيريور تشست وورم فالمرمر يبدا على فكره هو انت ممكن تسمع المرمر هو نايم
بس ما تاخد يعني ما انت معاك حاجه تساعدك ما تاخدهاش ليه؟ خاصه لو كان مرمر غالي جدا زي بتاع الاولد بلجر. يعني اصلا هو مرمر خصوصا انت عامل زي ده هو ضعيف اصلا. طب انت عشان توضحها تعمل ايه يعني؟ لا خليه مايل قدام معاك فالمرمر هيبقى يضغط شويه. طيب مرمر على المايكرو اريا اي حاجه على المايكرو اريا ليفت لاترال بوزيشن واكسرسايز. ليفت لاترال بوزيشن واضحه هو اللي بيجي على جنبه الشمال. الايبكس هتزحلق شويه تضغط السماعة يبقى الايبكس هتضغط السماعة فالصوت يبدا ايه؟ يعلى يعمل اكسرسايز اكسرسايز فالدم اللي رايح اللنج يبدا يزيد والدم اللي ينزل ليفت سايد يبدا يزيد فالمرمر معانا يبدا يعلى. فدايما اي حاجه على الليفت سايد اي حاجه على المايكروني بعد ما تسمعه جاي معانا على جنبه الشمال فده المرمر بدا ايه؟ بدا يعلى معاك. ويا سلام بقى لو عمل اكسرسايز تقول له ازاي اكسرسايز وانا نايم؟ نقعد يلعب رجله كده وهو نايم ده بيزود الايه؟ المرمر معاك. على فكره اي مرمر ممكن يزيد مع الاكسرسايز اي حاجه يعني العيال لسه طالع سلم ولا حاجه اسمعه بسرعه هتلاقي المرمر بتاعه ايه؟ اه واضح. اي حاجه في الرايت سايد بتزيد بالهابت سبايريشن وفي وصفها واحد اسمه كاربيلو سماها كاربيلو سايد. على فكره كلكم عارفين دكاتره اي حاجه في الرايت سايد بتزيد بالانسبيريشن. حد يشرحها لي؟ اه دلوقتي لما اخد نفس اخباري في نفسي ترمي ولما زاد في نفسي ترمي من المرمر بقى يبقى اي حاجه في الرايت سايد بتزيد مع اني رايت سايد ميمبر از انكريزد باي الاسبيريشن. اي رايت سايد ميمبر بيزيد مع الاسبيريشن. كلمه مهمه زي ما قال كارفيلو ايه لازمتها؟ انا عندي واحد عنده هنا مايتر ريجيش ركز معايا بس المايتر ريجيش بيروح كده بيتحرك كده بيتحرك كده المايتر ريجيش الحركه بتاعته هنا وصل لغايه التريكاسم بيوصل لغايه هذا المكان. طيب المايتر ريجيش والتريكاسمد ريجيش الاثنين سيستوليك والاثنين زي بعض يعني ممكن لما اسمع مرمر في هذا المكان ربما يكون البروباجيشن بتاع المايتر ريجيش احتمال واحتمال يكون غير المايتر ريجيش كمان معاه تريكاسمد مش فاهمين فكره المايتر ريجيش يروح كده ويجي كده مشكلته ان جه هنا جه ناحيه مين؟ طيب ما هو التريكاسمد ريجيش نفس المرمر بان سيستوليك وصوت زي بالظبط فانا لو سمعت مرمر هنا اقول اه احتمال ده بتاع المايتر ريجيرج ومسمع معايا واحتمال كمان يبقى عنده ايه؟ تريكات بتجد اعمل ايه اعمل ايه اعمل ايه؟ اقول خد نفس وكتمه خد نفس وكتمه واسمع المرمر لقيته زاد يبقى الحاله فيها تريكات بتجد ما زادش يبقى ده كان مين؟ هو مين اللي قال كده؟ كارفيلو قال ايه كارفيلو؟ رايت سايد ميرمر از انكريز ذا باي بصوا هعمل لكم حركه سهله قوي وبسيطه والله يا ولاد الاورتك بس بص اطبع الصفوره بص بص على الصفوره كده وشوف انا بعمل ايه الاورتك ستينوزس سيستوليك ميرمر هارش ان كاركتر اون اي 1 بروباجيتد تو نيك اند تو ايبكس انكريزد باي ليفنج فورورد اند باي اكسبانشن. حصل ولا لا؟ الاورتك ريجيرج دايستوليك ميرمر ها سوفت بلوينج اي 2 لوكالايز انكريزد باي ليفنج فورورد اند باي اكسبانشن. مايكرو ستينوزس حد هيقولوا ليه؟ فهمت ولا لا؟ يبقى اي مرمر لابد انك تعمل له وصف. ما تقولش انا سامع اورتك استرونز لا انا سامع سيستوليك هارش مرمر على الاي 1 طالع ونازل وبيزيد بكذا يبقى ده ماشي مع حاله اورتك استرونز. كلام واضح؟ فاضل تكتين صغيرتين. تكتين اي مرمر بياخد جريد من سيستم. الجريد ده يا رب على حسب قوه المرمر. تقول لي ازاي يعني؟ يعني على حسب قوه المرمر. يعني مثلا في مرمر جريد 1 ومرمر جريد 6 كلما زاد الجريد كلما كان المرمر قوي كلما قل الجريد كلما كان المرمر ضعيف. جريد 1 و2 و3 دول مرمر سيارات اصلا معهاش تريلات من غير تريلات اكيد 4 و5 و6 معاهم ايه؟ يبقى لو المرمر معهمش تريل يبقى الجريد بتاعه يا 1 يا 2 يا 3 امال لو معاه تريل يبقى 4 فاكرين تريل اصلا؟ مش التريل ده ما هو الا بطل ولا ايه؟ وعلى فكره الكلام مش هو التريل
معناه ان المرمر قوي من كتر ما هو قوي الاصوات القويه في السماعه تحسب الايد. يبقى 4 5 6 يكون معاهم ايه؟ خلاص يبقى انا لما اسمع مرمر لازم ادور على ما لقيتش ترن. يا واحد يا اثنين، بص بقى واحد واثنين دول عايزين استاذ دكتور كارديولوجي وسماعه لثمان كارديولوجي ماستر حاجه اسمها كلاس 3 كده وهدوء شديد. اكتب جنب واحد واثنين مش انا مش انا. يبقى انت مش هتسمع ليه؟ يبقى انت لو سمعت ان انا مدرس اللي بجريت كام؟ وانسى انك سمعت ان انا مدرس اللي بجريت كام؟ يبقى جريت 3. مهما مدرس اللي يبقى انا جريت 3، اوكي؟ طب معاه سكيل؟ 4 5 6 6 جميل جدا. طب تكون سمع 6 انا سمعت مهما معاه سكيل؟ انا هزف ودني كده؟ اسمع صوت فاضي واخد بالك؟ اسمع على فكره انا بسمعكم لسه كده اول يوم اصلا بجر رجلكم اساسا اقول لكم الكارديولوجي سهل اهو وجميل اهو ولذيذ اهو بنسمع ميرمر احنا سامعينه من غير سماعه يعني جريد ايه يا اولاد؟ 6. طب لو انا لقيت ميرمر ومعاه سكرين مش عارف اسمعه من غير سماعه يبقى 4 يا 5 دول 4 ماشي 5 ما يقدرش الفرق بينهم بسيط يعني اقول لك لو ده 4 فيري لو دي يبقى 5 مش فارقه تقول لي 4 او 5 مش فارقه معانا كتير بس على فكره كل اللي انتوا فاهمينه غلط كل اللي انتوا فاهمينه ده غلط قصدوا عليه دلوقتي ايه بقى؟ تقول لي يا لو الدكتور يا جماعة عيان جريت 6 ده عيان ميت والله ابدا بيلعب شغل فاهمين ولا لا؟ يا ولاد مفيش علاقة ما بين السيفيريتي اوف ديزيز والجريدنج اوف ميرمر مفيش أي علاقة أصلا يعني محدش منكم يفتكر إيه إن اللي عنده ميرمر جريد 6 ده وحش واللي عنده ميرمر جريد 2 حلو على فكرة لا ده ممكن العكس والله يعني أقول لكم حاجة أنا عندي بي إس دي والخرم قد كده الصف قد كده بتلاقي الدم بيعدي بسهوله، المرمر ضعيف. عارف لما الصوف بيصغر ويصغر ويصغر المرمر يقعد يجي. عارفين اصلا الطفل عنده بي اس دي بيتولد البي اس دي كبير وبعدين يقعد يصغر يصغر العضله بتكبر فيبدا هو يصغر مع الوقت. فانا بتابعه بالميرور كلما زاد الجريد بتاع المرمر كلما كان الصوف ايه؟ بطريقه ثانيه معايا واحد عنده بي اس دي عيل عنده بي اس دي والصوف بتاعه 3 مللي وعيل ثاني 3 سنتي. مين المرمر الاقوى؟ ثلاثة مني فبيعدي من حته ضيقه فتلاقي الصوت بتاعه قوي على فكره هو كده جريد 6 احسن من جريد ايه؟ واحد ولا اثنين فهمتوني ولا لا؟ الحاجه الثانيه وركزوا في الاكزامبل ده حلو قوي واحد عنده اورتيك ستيرويدز يعني الليفت فنتركل بيضرب اجينست ايه؟ طب لما يكون الليفت فنتركل بيضرب اجينست ريزيستنس الليفت فنتركل بيضرب يعني عندي ليفت فنتركل اهو بيضرب اجينست ريزيستنس كده اللي بيضربه فحصل فيه هايبرتروفي عشان يضرب بقوه فانا جالي واحد عنده اورتيك ستنوزس وسمعت عنده ميرمر جريد 6 اقول الله ده الليفت فنتركل بتاعي حلو قوي الليفت فنتركل شغال جميل جدا نفس العيان ده نفس العيان ده يا ولاد بعد سنتين بقى الميرمر جريد 4 بقى جريد 3 بقى جريد 2 احنا دخلنا في ليفت فنتركلر فيلير فهمتوني ولا لا؟ يعني طول ما الميرمر بتاعه عالي الليفت فنتركل شغال اسمع دي كمان واحد عنده مايترال ستروزس طول ما انا سامع الميرمر مبسوط طول ما انا سامع الميرمر بس معناه ان الدم بيه هيجي لك في يوم من الايام مريض المايترال ستروزس اسمع الكلمه الوحشه هنشرحها الحصه اللي جايه على طول سايلنت مايترال ستروزس تقول لي يا نهار اسود على طول سايلنت مايترال ستروزس بعديها على طول يا نهار اسود ليه بقى؟ سايلنت مايترال ستروزس ده احنا في حاله يا اولاد الدم اصلا ما بقاش عارف يعدي من ليه؟ ما بقاش عامل ميرمر ايه ده يبقى الميرمر خف والعين خف ده العين بيموت فهمتوا حاجه ولا لا؟ عشان كده اللي انتوا فاهمينه غلط ايه اللي احنا فاهمينه؟ ايه اللي احنا فاهمينه؟ اوعى تفتكر اوعى تفتكر ها ان الجريدنج اوف ميرمرز دي عشان تحدد السيفيريتي تقول لي امال يا دكتور السيفيريتي بنحددها ازاي يعني؟ انا هنحدد السيفيريتي ازاي؟ يا اولاد هنحدد السيفيريتي باللينث اوف ميرمر بطول الميرمر كلما كان الميرمر طويل كلما كان المرض بتاعنا كبير يعني مثلا بيقول لك ايه انا عندي شورت ميرمر ولا حاجه لكن ميرمر طويل فهمت حاجه يبقى مش الفكره كلها في الجريد الجريد ده حاجه بينهم وبين بعض كده الجريد ده قلال عشان ايه لما اقول لكم احنا النهارده معانا ميرمر جريد 4 وجاي 5 لازم كلنا نسمعه ثلاثة يعني اثنين اقول لكم لا مش كلنا هنعرف نسمعه بصراحة ده صعب عليكم شوية يا اولاد ها بس اللي منكم بيسمع كويس ممكن يسمعه فاهميني ولا لا؟ يبقى الجريدنج حاجه تعليميه. الحته الثانيه قد يكون الميرمر هو المايك شغال اصلا؟ طيب وسابتني كده؟ انا حسيت صوتي بدا يتعب فاكيد في حاجه.
والصدر ده مش نفع كله على بعض. طبعا انت لو فيكوا حد كده شويه سمت حياته كده شيء كده عندك ابوك لا تحكي عليه انت عقوبته مصير ايه طب ايه الحل ايه؟ بص على كده دكتوره ابعتي لي اي حد من بره اي حد فهموا الحته دي يا اولاد الامراض اللي معانا دي اورتيك ستنوز اورتيك ريجاج مايكل سوز ريجاج اي حاجه من دول بتعمل ميرمر بس الميرمر بتاعها بيبقى حقيقي ميرمر حقيقي يعني ايه ميرمر حقيقي يعني اورجانيك ميرمر لان الدم عدى من حته ضيقه او مشي عكس الاتجاه او حصل فيه حاجه فبالتالي انا عندي ميرمر بجد تقول يعني ايه بجد يعني انا عندي اورجانيك ديزيز وهو اللي عمل ايه ها الميرمر يبقى الميرمر بتاعنا هنا اورجانيك اورجانيك لان معانا ايه لان معانا مرض اورجانيك لان معانا ايه يا اولاد ها انا معايا مرض تقريبا عايز حضرتك تقريبا يعني وانا قلت لهم كده قالوا لي صور الميرمر بص يا اولاد الميرمر لو كان عندي مرض حقيقي في القلب يعمل ميرمر واضح اسمه اورجانيك مرات يبقى في حاجه بقى اسمها فانكشنال ميرمر حاجه وظيفيه فانكشنال ميرمر ده ايه رايكم حد عنده انيميا فانا القلب في حاله هايبر دايناميك ستيت فبيشتغل بسرعه الشغل بسرعه ده بجد مش ممكن يعمل تيربنس اللخبطه اللي حصلت دي نتيجه الشغل بسرعه وصوت النادك ده مش ميرمر بس هل انا عندي ديك في حاجه هل في حاجه واسعه اصلا هل في حاجه بيسود لا هو بس لزوم الشغل او بص الاكزامبل اللي انا هقوله لك القاعه دي بجد بجد اللي تاخد بص وماكسيمم كده يوم قبلها 130 طن انا قعدت فيها 200 طن قعدوا بقى على بعض وهنا وهنا وترمينا وبتاع خلصت المحاضره وجينا خارجين من الباب فوانتوا خارجين من الباب خدت وقت كتير قوي فانا بكلم يا ناش ما هو الباب بقى ضيق ولا ايه تقول لي لا الطلبه اللي كتير فاهمين حاجه ولا لا هو الباب حد عمل حاجه في الباب ما هو الباب هو الباب من قديم الازل لكن احنا اللي بينا ايه يا اولاد ركز في الاكزامبل ده بالظبط واحد عنده مايترال ريجاج اثناء السيستوليه مايترالي ما فيش ايه ريجاج حقيقي فالدم رجع وعمل ممبر حقيقي الليفت اتريم اتملى جاله دم تاني من اللنج اصبح الدم اللي في الليفت اتريم خلاص افتح يا مايترالي طيب جه الدم عشان ينزل بس الدم كتير على الفتحه كان معانا مايترال ستينوز هل في مايترال ستينوز يبقى اسمه فانكشن اسمه اوفر فلو فهمتوني ولا لا اشرحوا دي لوحده الاورتيك ريجاج يحصل معاه فانكشنال اورتيك ستينوز اثناء دستور الدم رجع من الاورطة للليفت فنتريك اللي جاله دم كمان من الليفت مش هرسمها على فكره والله ما هرسم عايزك تتخيل عيش بقى شويه كارديولوج احنا عدينا المرحله دي الدم رجع جاله دم تاني من الليفت اتريوم الدم اللي في الفنتريك طيب عايز يطلع هيطلع من نفس الفتحه بتاعه الاورطة الفتحه ما ضيقتش يا اولاد بس الدم اللي جه طب وهل ده كده معناه ان في اورتيك ستينوز لا انا سامع ميرمر زي بتاع بس هو ما عندوش اورتيك ستينوزس يبقى الميرمر ده اسمه ايه؟ فانكشنال يبقى في حاجه اسمها ايه؟ اورجانيك ميرمر في حاجه اسمها فانكشنال ميرمر يبقى الاورجانيك هناك مرض حقيقي في القلب لكن الفانكشنال لا ده حاجه وظيفيه يا اما ماشي بسرعه يا اما كميه الدم اوفر فلو او هكذا اعرف ازاي يا دكتور مش انا حطيت السماعه وسمعت ميرمر وخلاص بصراحه احنا لو بنمتحن طالب والحاله فيها سيفير اورتيك ريجاج ومعاه فانكشنال اورتيك ستينوزس وهو قال انا سامع تو ميرمرز والحاجه دبل اورتا بتتحسب صح وثق انت اصل يا دكتور على فكره اي حد هيقول كده لو انا ما اعرفش العيان انا هقول كده فهمتوني ولا لا تقول لي ما المشكله فين يا دكتور انا هعرف ازاي وانا باخد هيستوري وانا بعمل اكزامينشن ان الميرمر ده اورجانيك ولا فانكشنال ركزوا كده معايا اذا وجدت الكلينيكال بيكشر بتاعه المرض فالحاله اورجانيك الا ان توجد فالحاله فانكشنال لا فهمنا اكتر دكاتره كل الناس اللي قاعده عارفه ان اول حاجه بتحصل مع الاورتيك ستينوزس لو كارديك اوتر حصل ولا لا جالي واحد سمعت عنده ميرمر سيستوليك هنا ها بتاع الاورتيك ستينوزس قلت له يا عم هو انت عندك اعراض اللو كارديك اوتر قال لي لا بس انا سامع ايه انا سامع بس هو ما عندوش ايه هل ده اصنفه ان هو فانكشنال ولا اورجانيك ده فانكشنال كل الناس اللي قاعده عارفه ان المايترال ستينوز اول احداث ديسني قلناها مليون مره وانا ولا تاني النهارده اول حاجه في المايترال ستينوز هي كلمه ايه انا سمعت الميرمر بتاع المايترال ستينوز يا عم انت جات لك كرش دم ادي اول حاجه حصلت لي كرش دم اول يبقى ده اورجانيك لا انا عمري ما جات لي كرش نفس اصلا يبقى دوت ايه يا اولاد اضف الى ذلك حاجه ان القوه كلها مع الاورجانيك والضعف كله مع الفانك يعني ايه لما تلاقي الميرمر لوت هارش بروباجيتد ما
معسل، ايه الحاجات الحلوه دي كلها؟ دي كلها ماشيه مع قوه. يبقى ليه يا اولاد؟ اورجانيك. ده الميرمر ويك، حاجه ضعيفه. يقول لك الميرمر ده يا دكتور لوكالايزد في مكانه، سوفت، غالبا مستحيل يحصل معاه سريل. يبقى دوت ماشي مع مين يا اولاد؟ ماشي مع الفانكشن. فهمت ولا لا؟ الحته دي مكتوبه ان بي عندنا، وده سؤال اطفال اكتر منه بطنه، بس ادينا عرفناه يعني ايه كلمه اورجانيك ويعني ايه كلمه فانكشنال، وهنطبق عليها امثله كتير. طيب وانا بعلق على الميرمر، احنا اتفقنا هارت ساوندز واديشنال هارت ساوندز وميرمر، في حاجتين كده سهلتين. في حاجه اسمها بريكارديال راب. بريكارديال راب ده صوت احتكاك، راب احتكاك. هو فريكشن بتوين الفيسرال والباريتال لير. الفيسرال والباريتال لير دول لما يحتكوا بعض كده، سامعين الصوت ده؟ او ورقتين كده بيحتكوا بعض، الصوت ده اسمه فريكشن ساوند. تو اند ثرو، صوت رايح جاي، سيستوليك دايستوليك. الصوت ده مع كل حركه قلبي يا ولاد بيعمل هذا الاحتكاك. بس ده لما يكون عندي التهاب في البريكارديال، بس التهاب جاف يعني دراي بريكارديتس. دراي بريكارديتس. هذا الدراي بريكارديتس. هذا الدراي بريكارديتس. يعني انا عندي احتكاك ما بين الفيسرال وما بين البريتال. على فكره يا ولاد لو حصل بريكارديال افيوجن الراب يختفي. شحوالي. يعني فهمت؟ انا فصلت، فبالتالي الاحتكاك ايه؟ ما بقاش موجود. يبقى اذا هو الزوم مين بس يا ولاد؟ يعني اذا هو بيحصل مع الدراي لكن ما يحصلش مع، ممكن لو مينيمال افيوجن، لكن لو ظهر افيوجن بجد خلاص يعني. هذا الساوند صوت احتكاك. بس انا عندي فيه مشكلتين. المشكله الاولى الايدي المرتعشه. يعني ايه الايدي المرتعشه؟ انت لسه بدايتك كده وما انتش بروفيشنال قوي، فبتيجي تحط السماعه عشان انت بس انت خايف يعني. ما انت بتعمل كده يحصل احتكاك مع مين؟ يا دكتور هو ده الرب ده؟ يا دكتور هو ده سامع ده الرب؟ هو انت بتعمل ازاي اصلا؟ والله ما بتعمل كده. اقول لك استرجل يا قشطه بريل، واخد بالك ثابت سماعه، ثابت سماعه كويس. قول لي خلاص راح. اقول لك ده كان فريكشن اوف سيستم. على فكره في واحد منكم يثبت السماعه الصوت يظهر اكتر. اقول له ده بريكارد الرب. يبقى البريكارد الرب يحصل مع الجود فيكسيشن. لكن الفريكشن اوف سيستم طبعا هيختفي مع الجود فيكسيشن. عشان كده اتعلمنا حاجه والله يا ولاد. لما نمسك السماعة مكانها ما تحركش، مش تعمل كده. فاهمني ولا لا؟ أنت أي حركة بتعملها بتعمل صوت في السماعة، أنت مش عارف أنت بتعمل إيه أصلاً. عشان كده وأنا بثبت لازم أثبتها كويس، بسمع في مكاني، يبقى لازم إيه؟ أعمل جود فيكسيشن. زي ما هنا في بريكارديان في هنا بلورا. ساعات يحصل احتكاك ما بين الفيسترال والبريتال بتوع البلورا مع مرض اسمه بلوريسيس. بلوريسي انفلاميشن وبلورا، بريكارديتس انفلاميشن وبريكارديا. على فكرة هما الاثنين لازقين في بعض كده. انا سمعت صوت احتكاك هنا، احتمال يبقى بريكارد الرب، احتمال يبقى بريسس. يبقى البلور الرب شغال مع النفس، والبريكارد الرب شغال مع القلب. هو اللي وقف نفسك ولا وقف قلبك؟ نفسك. فكرت فيه، ها اكيد وقف ايه؟ وقف نفسك. لو فضل شغال يبقى بريكارد، لو اختفى يبقى كان بلور الرب. انا عايز كلمتين في البريكارد الرب، نفرق ازاي بينه وبين الفريكشن اوف السيستوب. ها السؤال الثاني اللي عايز الاولاد، الفرق ازاي البريكاردر من البلور الرب؟ ها وقف نفسك، فضل شغال بريكاردر، اختفى كان البلور الرب. الحاجه برضو اللي ممكن اسمعها تبع الكارديولوجي ريليتد للقلب، بس هي في التشست اللي هي كريبيتيشن. دي يا اولاد تيرمينال برونكيول ودي الجلس. تيرمينال برونكيول والجلس. ها تيرمينال برونكيول والجلس. لو انا جمع عندي انا شويه فلويد صغيرين، الهواء يدخل العين يعمل صوت كريبيتيشن، بس عشان شويه الفلويدز صغيرين يبقى فاين كريبيتيشن. لو السكريشن اللي هنا يا اولاد كتير شويه هيعمل كريبيتيشن اضخم شويه، نص نص بس ما ميديال سايد. لو الفلويد اللي هنا كتير جدا 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 قوي، فالهواء دخل يحرك سكريشن كتير يعمل كريبيتيشن اسمها فورس كريبيتيشن. الكريبيتيشن على حسب قوتها ثلاث انواع، يا فاين يا ميديوم سايز يا فورس. مين اللي بيتحكم يا فاين ولا ميديوم سايز ولا فورس؟ كميه الفلويد اللي موجوده جوه الايه؟ طب على فكره في حاجه انتوا عارفينها دي، مين المرض اللي يعمل لنا شويه ترانسيتد صغيرين كده شويه كده صغيرين؟ مين اللي بيعمل العمله دي يا ولاد؟ البلمونري كونجيشن، حاجه كان اسمها البي بي سي، فاكرها؟ يعني ايه بي بي سي؟ يعني بايلاترا، لا فيزا، ناتشرال فيزا بايلاترال فيزل كريبيتيشن. شكرا. ماشي يا ولاد؟ البايلاترال فيزل كريبيتيشن قلناها مع حالات البلمونري كونجيشن. لما حد يبقى عنده بلمونري كونجيشن، هذا البلمونري كونجيشن البلاط فيزلز اللي هي تبقى كونجيستد، تبدا ترشح جوه. لما ترشح جوه تعمل فاين كريبيتيشن
فانا بسمعها في الناحيتين وهو قلب واحد وبيزل عشان السكريشن ده لما بتتجمع فين؟ هذا بيتجمع ده ها الكريبتيشن اللي هو صوت الشيشه الصغير ده يبقى اسمها بايلاترال بيزل كريبتيشن. طيب ميديان سايز لو السكريشن زاد السكريشن بيزيد يا ولاد لما يكون عندي انفكشن. طب هو وارد مريض القلب يحصل له تشست انفكشن؟ ما هو البلمونري كونديشن جود ميديا فور سكندري انفكشن فيجيب له ريكارنت تشست انفكشن هيؤدي الى ميديان سايز كريبتيشن. اللي جايه جديده ايه اللي جمع فلويد كتير قوي؟ بص يا ولاد في كلمه كده او مرض اسمه اكيوت بالمونري ايديما. ركزوا معاك الليفت سايد هارت فيلر بيعمل بالمونري كونديشن لان الليفت سايد فاشل فالدم قاعد فمسمع في الرئه فعامل بالمونري كونديشن. بس ده الليفت سايد اللي جاي براحته اللي هو العادي ده بتاع المايكرو ريجاج والاورتيك ريجاج والاسكيميا فجاي على مهله فبيعمل بالمونري كونديشن. لو الليفت سايد جه مره واحده جه فجاه فجاه دخلنا في ليفت سايد هارت فيلير هتلاقي الفلويد اتجمع جوه الالفيولاي وما بين الالفيولاي فجاه بكميات رهيبه يبقى تحولنا من بالمونري كونجشن الى اكيوت بالمونري اديما. باختصار السيفير فورم اوف بالمونري كونجشن والاكيوت فورم اوف بالمونري كونجشن اسمه اكيوت وهذه الاكيوت بالمونري اديما الفلويد اتجمع جوه الالفيولاي وحواليها كله اتجمع جوه الالفيولاي والهواء داخل بيعمل صوت شيشه تسمعه على بعد 2 3 متر. العين ده عليك في الطوارئ وعنده سيانوزس ومش قادر ياخد نفس وتعبان جدا وانت سامع الشيشه من على بعد. على فكره دي حاله امرجنسي اسمها اكيوت بالمونري اديما. اكيوت بالمونري اديما اكيوت ليفت سايد اوف هارت فيلير. يبقى الكريبتيشن بانواعها الثلاثه تتسمع في مرضى القلب. الاساس بتاعنا ده بايلاترال ليزر كريبتيشن مع بالمونري كونجشن ميديم سايز كريبتيشن لو كان عندنا تشست انفكشن which is common او فورس كريبتيشن بدون سماعه اذا كان عندي اكيوت بالمونري اديما. احنا ربطنا الكريبتيشن بالايه يا ولاد؟ بامراض القلب. بص بقى اجمل حاجه بجد هنعملها النهارده في 10 دقائق كده انا هلم لكم الاوسكلتيشن كله للمره الثانيه عملتها المره الاولى بيزكس. انا هلمها دلوقتي يا ولاد من وجهه نظر البطنه. انا ايه اللي عايزه في البطنه؟ انا شرحت لك البيزكس بتاعت الفسيولوجي ايه اللي انا عايزه في البطنه؟ ده اللي هنعمله دلوقتي. السبوره هتفضل معانا انا عايزك بس تركز معايا كده وانا بشتغل وقول لي فهمت ايه واستفدت ايه. انا هاجي هنا كده وهفكرك بالكارديو سايكل عشان دي هنحطها في كل المرضى. يعني اي مرض وانت بتشرح الاوسكالتات ريفايننج ارجوك حط المنظر ده وافتكر اماكن كل حاجه ادي اس 1 ادي اس 2 ادي اس 1 ادي سيستول وادي دايستول. وتفتكر ان السيستول كان ايزومتريك كونتراكشن فولود باي ايجكشن كلنا عارفين. ها دايستول ايزومتريك ريلاكسيشن ثم باسيف فيلنج هينزل قد ايه؟ 70% ثم ينزل اعمل ايه كونتراكشن 30%. بصوا بقى قاعده عامه فرمان هننفذ القواعد الكلام ده نظري وعملي. اسمع كلامي عشان تخلص. اي اوسكالتيشن يقابلك في الكارديولوجي علق لي على ثلاث حاجات. علق لي على هارت ساوندز وعلق لي على اديشنال هارت ساوندز وعلق لي على مريمر. اقصد بكلمة هارت ساوندز اس 1 و اس 2 بس انتوا فاكرين كلكم اس 1 ده قفلت ايه؟ مايكرو تريكاسبل. علق لي على اس 1 اذا كنت بتسمع مايكرو او تريكاسبل. ها اس 2 قفلت الاورطه و علق لي عليه اذا كنت بتسمع الاورطه و انفرموشن. سهله هي المشكله دي. وعلى فكره قلنا قاعده هنا كله بيوطي كله ما عدا في حد متعسر فيه اللي بعدها عندي اديشنال ساوندز اس 3 واس 4 وانجكشن كليك واوبن الاسنان. ايه اس 3 ده؟ ايه اس 3 ده؟ ها؟ اللي هو الفقره دي 70% لما ينزلوا يهدموا يهدموا هيعمل صوت اسمه اس 3 هيهدموا ليه؟ عشان الفنتر الابنورمال فيلير او كميه الدم زياده ريجرج. خلاص انا بتكلم على فالفلر اي ريجرج احط معايا اس 3 في المكان اهو برودو دايستولي. افتكرنا؟ افتكرنا ولا لا؟ يلا اس 4 لما يحصل باور في الليتر كونتراكشن ويدفع الدم يخرج في الدم اللي تحت هيعمل الليتر كونتراكشن او ورثة كنسرات او سيستم هايبرتنشن بالمونري سموث او بالمونري هايبرتنشن اثناء الليتر كونتراكشن يعني ايه؟
يعني في سيستوليك او اندودايستوليك هحط اس 4 وجكشن كليك مع الاورتيك ستنوز ده الفالفولار ديزيز او حتى لو عندنا بالمونري هايبرتنشن. ما دول اللي معانا على فكره اورتيك ستنوز سيستميك هايبرتنشن بالمونري ستنوز بالمونري هايبرتنشن. اللي عنده دلوقتي اورتيك ستنوز لما يجي السموم يفتح مش كده؟ ريجنس او لو بيفتح اجينست ريزيستنس سواء سيستميك او بالمونري هايبرتنشن يعمل صوتك اسمها ايجكشن كليك. حتى كان في قاعده اي ايجكشن كليك حط معاك هو مش انتوا ولا ايه؟ انتوا ولا لا؟ طيب اوبن ديسانت كان خاصه بحاجه مش ام اس مايند اس ما حدش يقول لي ام اس ها؟ حدش يقول لي ام اس ام اس ده مالتيبل سكلوزس ماين اسمها تختار توصف كلام خاص بالمايند كويس ما تخسني ايه يعني؟ ها؟ ام اس حاجه ثانيه خالص. طيب ايوه ده عارف ان الرجل اللي طالع بيها دلوقتي ها المرمر ده لازم تعمل له تايمنج متعلق على الكاركتر والسايت اوف ماكسيمم انتنسيتي والبروباجيشن اند وات انكريز ده كومنت على اي اوسكارتات ريفايننج في التمرين. هنبدا نطبق هذه التعليمات خمس مرات. حلو الكلام ده اللي اتفقنا عليه. هنعمل ايه؟ هاجي هنا كده واقسم الصبوره الى اربعه اجزاء واقول لك هنا اورتيك ستينوزس اورتيك ريجرج ها مايترال ستينوزس مايترال ريجرج وزيه الى حد كبير هو ترايكاسبل ريجرج. وهاجي هنا هروح راسم لك في كل واحده منهم كاردياك سايكل. دايما وانت بتعمل اوسكارتيشن اعمل كده اس 1 اس 2 اس 1 ده سيستول وده برايستول. واضح ان حاجتنا كلها في الليفت سايد ادي نص قلب ادي ليفت سايد اهو يساعدك في الشرح. هنبدا بالاورتيك ستينوزس. انا عايز اتكلم على اوسكارتات ريفايننج اوف اورتيك ستينوزس. اوسكارتات ريفايننج اوف اورتيك ستينوزس يا ولاد انا هعلق على ثلاث حاجات. عايز اعلق على الهارت ساوندز ولا الفيشنال ساوندز ولا البرنر. يلا نفتح كده المزاد مع بعض ونتكلم وكله بالاتفاق. على فكره مش هقول حاجه جديده اصلا انا بعيد الاتفاق. هو لما اقول اورتيك ستينوز على الاس 1 والاس 2 عالي ولا واطي؟ ليه واطي؟ عشان كله بيوطي كله ماشي. ده اللي هو التحشيش العلم بقى العلم لو بريشر جريدنت اوف بريشر دكاتره مش الاورطه بيقفل كده؟ لما الدم هنا البريشر يعلى يبقى اعلى هيقفل يرزع. لما يكون عندي اورتيك ستينوز الدم بيعدي على الضروري يبقى القفله عامله ايه؟ ضعيفه. فبالتالي يبقى معايا دي اس 2. حد معترض؟ طيب هل الاورتيك ستروزس مع اديشنال ساوند؟ مع ايجكشن كليك واي ايجكشن كليك الزقلي اس 4 اتفك اورتيك ستيروزس يعني الصمام ريجن ناشف يفتح يعمل ايه؟ ايجكشن كليك. طب هذا الصمام الاستيماتيك عامل ايه في البريشر هنا؟ تنشن البريشر هنا عادي فيجي يفتح يعمل كونتراكشن بوم قوي بيعمل صوت اسمه ففي اي ايجكشن كليك حط لي معاه شاطرين فاضل حاجه ميرمر. هو الميرمر ناتج ايه؟ تمبلنس. ليه؟ عشان الدم يعدي من حته. هو الدم يعدي من هنا امتى؟ في السيستول ولا في الدايستول؟ اكيد في السيستول. هيجي بعد الاجكشن كليك ممكن تسمع صوت الدم وهو بيعدي هنا فتسمع ميرمر. هذا الميرمر التايمنج بتاعه اجكشن سيستوليك. حلوه كلمه اجكشن؟ يعني اثناء الاجكشن فيز. بس هتقول لك عليه ميد سيستوليك. الكاركتر لو حد فاكر هارش احسن مكان اي وان رايت سكند. هل ليه بروباجيشن؟ ده تحفه اصلا. ايوه طالع من طالع الكاروتيد للنيك ودي اهم كلمه ونازل تحت لغايه الابس. عايز ادوره حاجتين ليه فورورد واكسبريشن. طيب انا دخلت على المريض في الامتحان وعرفت ان هو اورتيك ستينوزس. عرفت ازاي؟ اي طريقه. انا حد قال لي ان هو اورتيك هو العين قال لي انا عندي اورتيك ستينوزس او انا سمعت ميرمر وطالع للكاروتيد فانا عرفت ان هو اورتيك ستينوزس. لو جه الدكتور يقول لك سامع ايه؟ اوعى تقول له انا سامع اورتيك ستينوزس والا انت والمريض هتتحس بره اللجنه. هو اللي قايل لك اقول له ايه؟ اقول له انا سامع على الاي 1. بص يا والله العظيم اهم من الشغل تظبيط الشغل. ركز معايا. انا قلت لكم ايه؟ انا بتاع امتحانات غير انك هتاخد علم لازم تعرف تتكلم. اتعلم ازاي تعرف تتكلم. نفس المذاكره حلوه لو ما بتعرفش تعبر ما بتعرفش تتكلم اصلا. انا عرفت ان انا خلاص انا فاهم وعارف ان عنده غلط وانا شفته مليون مره قبل كده وانا عارف انه عنده غلط في جسمه. فقلت له لا سامع ايه؟ قلت له انا على الاي 1 لقيت ويك اس 2
مش قادر اميز ايجكشن كليك ولا اس 4. هرجع لك. سامع ايجكشن سيستوليك هارش ميرمر ماكسيمم انتنسيتي اون اي 1 بروباجيتد تو نيك اند تو ايبكس انكريز باي ليمينج فورورد اند باي اكسبريشن. يقول لك طب ده معناه ايه يا ابني؟ تقول له معناه دكتور اورت اكسبيرنس. مش قادر اميز ايجكشن كليك واس 4 دي معناها ايه؟ دي معناها ايه؟ يا دكتور انا عرفت ان هو عنده اورتيكستينوزس، وانا من مذاكرتي للنظري والحاجات دي كلها انا عارف ان لو اورتيكستينوزس بيحصل معايا ايجكشن كليك واس 4، بس عشان دي اصوات صعبه قوي وقدراتي محدوده جدا مقارنه بقدرات حضرتك الجباره انا ما قدرتش اميزها. فهمت حاجه ولا لا؟ وعلى فكره لو علقت على هارت ساوند والمرمر بس انا موافق، مش عارف كلمه مش قادر اميز كذا ما تقولهاش، اصل انت برضه ساعات تغيظه يعني. واحد انا مش قادر اميز ايجكشن كليك واس 4. على فكره انت بتقول للدكتور اسالني في الايجكشن كليك واس 4، والمفروض انك تبقى عارفهم كويس قوي، مش تسمعهم تبقى عارفهم حتى نظري. فلما اسالك فيهم تعرف ايه؟ ما ده احنا مش ده اللي احنا شرحناه ولا ايه؟ لو انت فاكر هات سيرتهم، انت هم هربانين منك ومبصه من الكلمتين بالعافيه، انا ما نجيبش كفايه عليك الهارت ساوند والميمر وربنا يستر. فهمتوني ولا لا يا اولاد؟ يعني ما تجيش تسخن الدكتور. والله العظيم لو قلت للدكتور مش قادر اميز الايجكشن كليب والاس 4 الدكتور هينبسط، اصل فتحت له مجال السؤال، هو ايه يا ابني الاس 4 ده؟ فاهم ولا لا؟ هو سؤال منطقي ولا لا؟ بس فهمتوا الاجابه ازاي؟ بتعلق عليه هارت ساوند ما رضيش ساوند ومرمر. يا ولاد مش كل حاجه علم، نظام بقى سن النظام كده خليك منظم يا دكاتره. وانا بمتحن الطلبه والله العظيم، والله الطالب يجيب كلمه من هنا وكلمه من هنا، لما الواحد بيصدق يلاقي حد كده اسستم بناءه شويه اسستم. واقول لكم حاجه حلوه، كل كتب النظر يعملهم كده خلاص نفس الطريقه دي. يعني على هارد ساوند ثم الادوشن ساوند ثم طيب يلا اورت كريميشن المرض الثاني. اول حط الاول مين؟ هارد سايد يعني اس 1 اس 2 اس 1 على مين؟ ها؟ اخباره ايه يعني؟ هو فين اللي بيتكلم معايا؟ ليه وينج اس 2؟ مش عارف هو اللي جاب يعني الجون الناس مش عارف يقفل بس هو اللي طبعه ايه؟ طيب هل في اديشنال ساوند؟ نهار اسود اي ريجرش معايا ايه؟ اي ريجرش معايا ايه؟ مش قلنا اي رجال شو نسمع معايا S3؟ يا دكتور احفظها بقى اي رجال شو معايا S3؟ مش في دم راجع ودم راجع اصلا ودم تاني، فالدم بقى كتير هبت في الفنتريك الاس 3 في ميرمر. المرمر ده ليه بقى؟ ليه؟ الدم طلع هنا اقفل يا اورطه، المفروض ابدا اقفل في الدياستول ما يقفلش، بعد الدم يرجع اثناء الدياستول. فسمعت الميرمر في الحته دي اسمه ايه بقى؟ هيرمو دياستوليك ميرمر. الكاركتر حقير جدا سوفت بلوينج، اسمعوا على الاي 2 في الثالثه شمال دايستوليك وحقير يعني لوكالايز. مره انت بقى الايدز ازوده بحاجتين ليفت ليمينج فورورد واكس اكسبريشن زي مين بالظبط؟ زي الاورتكس. بس هذا المنبر رخم، اسمه رخم، هو صعب حقير وحش محدش يسمعه بسهوله واخد بالك؟ بس اوعى على اللحظه ده ربنا اداله الكثير والكثير من الريفرال ساينس. يعني يتميز مرض الاورتيك ريجاج اللي معاه ايه؟ يتميز مرض الاورتيك ريجاج ان هو معاه ريفرال ساينس. يتميز مرض الاورتيك ريجاج ان معاه ريفرال ساينس. الكلام واضح؟ الكلام واضح؟ طب عايز اقول حاجه، لو لقيت صفر من هنا مع صفر من هنا يعني ايه دبل اورتيك؟ عنده كام اورتيك؟ يعني ايه دبل اورتيك؟ يعني ايه الاثنين؟ يعني مين يفتح ما ينفعش بس؟ مين يفتح؟ مين يعمل العمليه؟ انا بتلاقي الرجل شد على القصر. طب يعني انا سمعت ايجكشن ستوليك هارش ميرمر طالع للنك، ولما طلعت للنك لقيت النك قويه، حاجه اسمها كوريدان ساين، يعني عندي اورتيك ريجرش. يعني انا سامع الميرمر بتاع الاستنوز ولقيت البريفر ساينس بتاعك، يبقى الهدف يا دكتور. فهمت ولا لا؟ طيب مايكرو استنوز الفكره كده اسهل يا ولاد، بدل ما ناخد كل حاجه لوحدها بقى، احنا جايب اللي في الدنيا والله. اس 1 اس 2 ادي اس 1 ادي سيستولو ادي اهو. انا بقول مايكرو استروزس اس 1 ولا اس 2؟ الناس بتفكر عالي ولا واطي؟ عالي. اصلا ده الوحيد اللي بيعمل ليه بقى؟ عشان بيحصل
حلو جدا. فروم وور بوزيشن الرجل ضيق خدامه نزل شويه ضيق فهي كارد من تحت لفوق وترخ ترخ عملت ابن اسود. وكمان الشقه فاضيه يعني البنت اللي كان فاضي بصوت ده سامع. وبعدين الرينج ديجيت فايبروتك بوم جامده جدا مش كده؟ طيب هل في اديشنال ساوند خاص بالمايكروسون؟ اه اوبننج سنان فتحت الباب تاني اوبننج سنان. طيب فاضل الميرمر. هو الميرمر هيك من الدم لازم الحته ديت. انا عندي سؤالين. هو الدم بينزل من الاتريوم والفنتريك امتى وازاي؟ امتى؟ ازاي؟ هل السبعين في المية في نزول الكحول؟ لأن الفاكهة عملها تتوقع عند الإيثيوب عشان كده عشان كده بصوا الميرمر جميل تحفة أقسم بالله تحفة. ميد دايستوليك وز ديليس ستوليك أكسنتويشن. أنا بكلم ناس فاهمة. ميد دايستوليك السبعين في المية وين ديليس ستوليك أكسنتويشن وعلى فكرة بيكون رامبلينج. لا بس انا واقف شويه. ايه البري سيستوليك اكسنتويشن؟ بري قبل سيستوليك يعني قبل سيستوليك اكسنتويشن يعني لما بيورث ده بيعمل عمل ايه؟ طب ليه عمل كونتراكشن؟ طبيعي بيعمل بس عمل كونتراكشن قوي لان الدم اصلا قاعد فين؟ مش الدم عليك شنزل كله فعمل كونتراكشن ايه؟ طب عمل كونتراكشن قوي عمل ايه في سطر المجمر؟ لانه نزل شويه دم اعلى قشطه قشطه جيت ريزون لوس اوف بري سيستوليك اكسنتويشن ان اتريال فايبريشن. ماي فلسترول اللي حصل له ايه؟ هفقد البري سيستوليك اكسنتويشن مش لازم بيعمل كده؟ بلاش في كونتراكشن. يبقى الميرمر اسمه ايه؟ ميرمر هو في مشاكل؟ طب اقول لكم حاجه ثانيه؟ ايه التغير الثاني اللي يحصل في الاوسكالتيشن بتاع الماي فلسترول لو حصل ايه؟ اكسلنت. فاريبل اسمه؟ فاريبل مش قلنا ايه؟ ما تحفظوش انت قبل الحركه دي. ويعني ايه الحركه دي؟ يعني هو مرات يا اما مرات ما يبقاش هو الفيجر مرات الاس 1 يجي من تحت ومرات لا مش كده؟ الميرمان كاركتر الرمل يلا السايت يلا الكلام اللي جاي سهل السايت ماي فين يعني على امس دايستوليك بيسمع في حته يبقى لوكالايز لما يحب ازوده ليف لايف بوزيشن وان اكسرسايز اشهر والله ما هتكلم من غير ما تتكلم مايكل ريجيش كل واحد يلا انتوا قولوا لي اعمل كذا انا افهم بس انت عارف عارف مكبس حاضر بسام بكاربكسا سيدي ها اعمل ايه؟ احنا هتعلق على مين؟ اسمه انا اخباره ايه؟ مش عارف ايه مش عارف ايه موافق موافق شاطرين ميمور نتيجة ايه؟ ايه يا فلم يا فلم؟ هو ايه يا فلم ده؟ ما فلم؟ ايه يا فلم؟ فينا شايف ها؟ ايه يا فلم ده ما يسرق؟ ايه مش اول حاجه؟ لا اول حدث في السيستم طب ما فيش قعد الدم يرجع منذ البدايه فاسمع النمر تاني اسمه ايه بقى؟ تان ها سيستم كملوا كاركتر صوت مرات يبقى 10 اخلاص ويلا هو واحد فاشل قال له كويس اسمعوا كلامه كلامه مش سيستوليك اهو نروح لفين؟ اه للاكزيلا ويرجع للاسترنا الاكزيلا دي مهمه هزودها بحاجتين لاف لاتر بوزيشن على فكره تريكازمن كربونه بس اللي سمع تريكازمن اريا وبيزيد بالنفس ليه بيزيد بالنفس؟ عشان هو دكاتره انا لو لقيت صفر من هنا مع صفر من هنا يبقى الحراره دبل متر صفر من هنا مع صفر من هنا حاجه زي الاثنين يعني مثلا اس 1 عادي مايكرو ستونز بالانس ستونز سوفت ميمو رايح الانزيم لما مايكرو ريجيرج والحاله فيها بصوا انا همثل مايكرو ريجيرج لوحده ثلاث مرات ثم دبل المايكرو ثلاث مرات اوكي okay?
هو المونيتور ريفيجن واحد مع اس 1؟ لا ما اصلا مش عارف ايه الاس 1 مش موجود. لقيت اس 1 قبل المونيتور ريفيجن. ثاني حاجه 90% من الحركه ضرب المايكرو. حد يفسر لي ليه؟ يعني ايه؟ يعني تحب المايكرو تضايق الرينج وتشد على الكاسب. فاهم؟ يبقى ضرب المايكرو هو اكثر حاجه. ضرب المايكرو هو الاشهر. وعلى فكره انا جاي محالات فيها ضرب المايكرو وضرب الاورطه. طبعا في مساعدات الجنه تقول ايه بقى عم ضرب المايكرو وضرب الاورطه ده عايش ازاي يا دكتور قدام العيان؟ عايش يا دكتور وبيلعب كوره تاني. عايش وانت مش عايش اصلا. ده هو عايش. فاهم ولا لا؟ اسمع يا دكتور اسمع اسمع كده واعمل دماغ اسمع وافهم. عيوب بعض الصمامات تصلح عيوب الصمامات الاخرى. انا متاكد ان الكلام يصعب على انسانكم هنا. واحد عنده اورنت فيجر راح ربنا مديله شويه مايكرو ستيمولس. يا سلام مش اورنت فيجر في نوت رايح لدكتور انترفيجر فلو عزاني اللي انا هحمي مين؟ خلاص ما تصغرش لما تلاقي حد عامل حاجات كتير بتقول لي قشطه مش مشكله. ما هو كله بيصلح كله. فاهمين ولا لا؟ مش كله بيبوظ كله. ده هو عيوب حاجات ممكن تصلح ايه يا ولاد؟ فهمت ولا لا؟ على فكره ده ملخص الديسكربشن صح؟ طب في زيتونه بقى عارف الزيتونه او الفوله بتقولها ازاي يعني؟ يعني خلاصه الخلاصه. المرمر الوحيد اللي بيطلع من النك هو الاورتيك ستينوس. المرض الوحيد اللي معاه بريفرال ساينس هو الاورتيك فيجر. الاس 1 عندي بس مع المايكرو ستينوس. المرمر الوحيد اللي بيروح للانزيلا مايكرو فيجر. الوحيد اللي بيزيد بالنفس تريفاز فيجر. يعني لما احط السماعه الاقي الاس 1 عندي. سهلة ولا سهلة؟ ده بالنسبة للأوسكارتات ريفايندنج كام ملخص. موجودة في الكتاب بنفس الشكل كده بس خلي صفحة. موجودة طبعا. فده دكتور جرر وقال لك مش هعرفك ان هو مايكرو سنوزس. ايه اسباب المايكرو سنوزس؟ طيب ايه الكومبليكيشنز اوف مايكرو سنوزس؟ طب الحاله كومبنسيتد ولا دي كومبنسيتد مايكرو سنوزس؟ هو بيسالك في المايكرو سنوزس لايك لما يجيب لك مايكرو سنوزس وبصراحه تستاهل. الطالب الشاطر لما تقول له حالتك ايه؟ لازم بص لازم تقول دايجنوزس محترم. الدايجنوزس المحترم تقول له ايه؟ A case of rheumatic valvular heart disease. Most probably mitral stenosis. Patient is compensated but complicated by atrial fibrillation. ده دكتور ده مع مريضين وده مش دكتور. مش انت تقول كده عارف لو سالك هيسالك في اللي انت قلته ليه قلت روماتيك؟ ليه قلت عنده atrial fibrillation؟ هيسالك في الحاجه اللي انت ايه؟
ممكن اتكلمت فيها، بس مش هينفع مش هيطمع فيك كما يدعي البعض. بعضكم يقول انا قلت له الكلام ده هيطمع فيا ويسالني كتير، ما يسال ما انت شاطر ولا انت عايز كلمتين وتجري. فهمني ولا لا يا دكتور؟ طيب يا دكتور قول اللي انت قلته تاني. انا مش هقول اللي انا قلته تاني، انا هعلمك ازاي تعمل زيه. عشان تعمل دايجنوزس محترم لابد ان انت تغطي ايثيولوجيكال اناتوميكال باثولوجيكال وفانكشنال دايجنوزس. ايثيولوجيكال السبب، احنا قلنا طول ما احنا كان يقول لك الامراض بعيدنا روماتيك ولا ايه؟ ممكن في النوادر كونجنتال او اسكيميك ماشي، لكن الروماتيك هي الاكثر. اناتوميكال امراضنا هل هي بريكارديال ولا مايوكارديال ولا بالبلر؟ غالبا بالبلر. على فكره اول كلمتين روماتيك بالبلر هارت ديزيز. باثولوجيكال السنوز ولا رجاز ولا بابل؟ حتى انت لما تقول له هنا موست بروبابلي كتب فيها ادب. على فكره حالتك ايه؟ مايكل سنوزس انت ليه الادب؟ صراحه ايوه يعني انت عرفت ايدك مثلا ايكو يعني؟ هو انت عملت موجات صوتيه وعرفت ولا عملت اسطره وعرفت؟ فاحنا هنقول ايه؟ موست بروبابلي كذا، موست لايكلي كذا، على اغلب طريقه انا ضعيف. انا حالتي غالبا كذا، مش حتى كذا تعمل لي فيها ضد يعني كارديولوجيست. تواضع يا دكتور. تواضع، فاهمني ولا لا؟ تقول له موست بوسيبل موست بروبابلي وعينك منكسرة مانت واطي واطي صوتي في الدايموند موست بروبلي مانت كده. طب انت مش بتهزر على فكره. وبعدين كلمه كومبنسيشن وكومبليكيشنز اللي هو الفانكشنال ده، كومبنسيشن ده جاوب على حته واحده، في هارت فيلير ولا لا؟ اذا وجد هارت فيلير في الحاله دي كومبنسيشن. الا لو يوجد في الحاله ازاي؟ مش الاورتيك ريجاج وارد ان هو يعمل ليفت سايد هارت فيلير؟ جاي مريض عنده اورتيك ريجاج والحمد لله لسه ما حصلوش ليفت سايد هارت فيلير، يبقى هذا المريض كومبنسيتد. اه عنده شويه دايليتيشن كومبنساتوري ميكانيزم، لكن لسه لم يدخل في الفشل، يبقى اسمها ايه؟ طب جاي مريض اورتيك ريجاج ودخل في هارت فيلير ليفت سايد هارت فيلير، يبقى هذا المريض دي كومبنسيتد. مش المايكرو سنوزس يلف ويعمل رايت فنتريكولار فيلير؟ لو ما عملش كومبنسيتد، لو عمل ايه بقى؟ خلاص يبقى كلمه كومبنسيشن خاصه بمين؟ على فكره الكلام ده مش في القلب بس. لما اقول لك مريض تشيست كومبنسيتد مفيش سبايكر فيلير. مريض ليفر ودي كومبنسيتد دخل في ليفر سيل فيلير. يبقى اي اورجن او اي سيستم الكومبنسيشن من عدم وجود الايه؟ الفشل. اذا وجد الفشل فهو دي كومبنسيتد الا فهو مظبط نفسه يعني حاله كومبنسيتد. اي حاجه فيما عدا الهارت فيلر تبقى كومبليكيشن. بالمونري هايبرتنشن، اتريال فيبريليشن، بالمونري عنده تشيست انفكشن، انفكتد اندوكاردايتس. تشخيصك ايه يا ابني؟ روماتيك بالبلر هارت ديزيز موست بروبابلي مايكرو ستيموس هي از كومبنسيتد بات كومبليكيتد باي اتريال فيبريليشن اند بالمونري هايبرتنشن. هكذا يكون الكلام وهكذا يكون التشخيص. خلصت حالتك؟ والدكتور يقول لك تحب تعمل له ايه؟ احب اعمل له ايه؟ سؤال وشقين، احب اعمل له ايه؟ كانفستيجيشنز، واحب اعمل له ايه كتريتمنت؟ اللي انا هقوله ده هينفعنا في حاجتين. انا هتكلم دلوقتي على الانفستيجيشنز اند تريتمنت اوف بالبلر هارت ديزيزز، وانا في حاله كلينيكال بعد ما بخلص الحاله الدكتور يقول لك تحب يا ابني تعمل له ايه؟ تحب تعمل ايه للمريض بتاعك كانفستيجيشنز؟ تحب تعمل له ايه كمان كتريتمنت؟ وكمان عشان النظري الانفستيجيشنز بتاعك البالبلر هارت ديزيز تمشي كلها اسطمبه، هي اسطمبه واحده. الانفستيجيشنز بنعمل حاجه اسمها لابوراتوري انفستيجيشنز لاب، وبعمل اي سي جي وبعمل راديولوجي اكس راي وبعمل الترا ساوند ايكوكارديوجرافي وبعمل اندوسكوب اللي هو الكاثيترايزيشن. يلا كلمه كلمه. بعمل لابوراتوري انفستيجيشنز؟ اه بعمل لابوراتوري انفستيجيشنز. ايه اللابوراتوري انفستيجيشنز بتعملها؟ بعمل سي بي سي، سي ار دي، اي اس ار. بس واحد هناك كان عنده روماتيك فيفر من 20 سنه، من 30 سنه، وجاي النهارده عشان عنده حاجه في الصمامات. مفيش روماتيك دلوقتي، ما عنديش مشكله دلوقتي، ما تبدالوش باللاب. ما تطلبش لابوراتوري انفستيجيشنز لمريض روماتيك هارت ديزيز الا اذا جالك في حاجه من الثلاثه. لو جالك عنده فيبر او ارثرايتس او لقيت عنده بلر. لو جالك عنده فيبر لازم اعمل له لاب. ليه؟ خايف من ايه؟ انفكتد هيبر ارثرايتس روماتيك اكتيفيتي. لو جالك عنده ارثرايتس خايف من ايه؟ روماتيك اكتيفيتي. جالك عنده بلر خايف من الانيميا وانفكتد هيبر ارثرايتس. يبقى في هذه الاحوال اعمل ايه؟ اعمل بقى سي بي سي واس ار وسي ار بي والكلام ده. لكن هو يا دكتور لا ده جاي لي زي الفل ما عندوش حاجه من دول، يبقى ادخل على طول على الاي
سي جي في الدنيا ولا ما مش محتاج لابوراتري، يعني لابوراتري مش في كل المرضى. الاي سي جي بقى الحقيقه لكل المرضى فور اول بيشنتس indications for all patients. طب ايه الفالوز بتاعتها عاملها ليه؟ الاي سي جي تقول لك لو حصل شمبر انلارجمنت هايبرتروفي بالذات، لو حصل اريزميا زي الاي اف، لو حصل اسكيميك هارت ديزيز. يعني ايه؟ دلوقتي الاي سي جي يقول لك الرايت انتريم كبر، الليفت انتريم كبر، الليفت فنتريكل كبر، يبين لك مين اللي كبر. مثلا مرض زي المايكروسيز مش هيكبر الليفت انتريم، فتلاقي الاي سي جي مثلا في حاجه اسمها اللي انا اقوله ده، يقول لك بطلع حاجه اسمها دي مايترال، يبقى الليفت انتريم كبر. ها الرايت فنتريكل كبر، يقول لك طول ار ان بي 1، هنعرف الكلام ده. يعني في كرايتيريا لكل واحد كبر. والاي سي جي بيهتم اكثر بالهايبرتروفي، يعني العضله كبرت، فلما العضله كبرت الكهرباء بتاعتها بقت زياده، ما هو الاي سي جي ده كهرباء اصلا، فهمتوني ولا لا؟ كمان لو حصل اريزميا، ايه افتكر انا عارفه كلينيكال ماشي، انا متاكد كمان من الاي سي جي، اصلا الاي سي جي دايجنوستيك احسن من ايدك. هتلاقي رسم القلب بتاع غير منتظم وابسنت بي غير منتظم وابسنت بي، لما التشخيص بتاعنا ها ايه؟ حد عنده تشيست بين فعايز اعرف اذا كان عنده انجينا ولا ام اي ولا حاجه، نعمل له اي سي جي. يبقى اي سي جي ليها فاليو عظيم، ومعانا ان شاء الله اي سي جي في اخر السنه براحتنا نقولها، لكن اللي عايز اقوله دلوقتي هنعمل اي سي جي لكل المرضى طالما مريض قلب لابد ان نعمل له اي سي جي. راديولوجي اكس راي، الاكس راي معين، في كلمه اسمها بلين اكس راي اشعه عاديه، وفي اكس راي كونتراست باريوم سولو اشعه مستقله. البلين اكس راي الاشعه العاديه بص كده هتلاقي مثلا ادي الدايفرام، ادي الرايت لانج اهي، هو ادي اللفت لانج عامله كده، والقلب واخد كده زي شالو كده. ليه منظر؟ لو حصل بدل القلب كبر، ها كارديو بيجامي، ها الاكس راي تجيبه تقول لك ده القلب الكاردياك شالو كبر، يبقى احنا عندنا كارديو بيجامي مش كده وبس، تقول لك ده اللفت اتريوم كبر، ده الرايت اتريوم، ده اللفت فنتريك كبر. الكلام ده هياخد حصه لوحدها، نعرف مين اللي اتشمبر اللي كبر وكبر ازاي وحصل ايه، هناخد الكلام ده. مش كده بس، المفروض الراجل من البلاد فيزلز موجوده هنا، ده الهايلر، ففي بلاد فيزلز هنا قليله، هنا تبقى هنا مفيش. الراجل بلاد فيزلز واصله للنهايه، يبقى انا معايا بالمونري كونجشن. الاي سي جي الاكس راي تقول لك ان في بالمونري كونجشن، انا هعمل بلين اكس راي لكل الناس، هتبين ان الشمبر اللارجمنت دايلاتيشن مني، وهتبين البلمونري كونجشن، وهتبين الكالسيفيكيشن. هو العظم في الاشعه لونه ابيض لانه محتوي على ايه؟ على كالسيوم. لو في صمام فايبروتك وحصل عليه كالسيفيكيشن، هذا الكالسيفيكيشن يبان نقطه بيضاء، النقطه البيضاء دي كالسيفيك بلم. يبقى هنعمل بلين اكس راي، بلين اكس راي اشعه عاديه، يدخل على جهاز الاشعه وياخد نفسه ويصور الصوره وخلصت. لو في شمبر كبر، لو في بلمونري كونجشن، لو في كالسيفيك بلم هيبان معايا. اعمل له اكس راي كونتراست، ده مش لكل الحالات. ايه اكس راي كونتراست؟ نروح على جهاز على مركز الاشعه، يدوا له باريوم، باريوم ده بيتحط كده بيتبوب في اي جوس في اي عصير، وبعدين يبلعه، وهو بيبلعه اصور له لاترال فيو، صور لي لاترال فيو، حاضر الاستاد اهي، الفقرات اهي، القلب اهو، مين ده؟ مين ده؟ الليفت افريم، انا اديته باريوم، وهو بيبلعه يعني كان في الاسوفجس، صورت الاسوفجس. يبان الاسوفجس زي لندن نيون كده منور، يبان في مكانه الطبيعي. والله شاطر فهمني. لو لفت افلام كبر هيزوق الور، يعملوا شفت ان باك وورد او يعملوا انفنتيشن، هنشوف الكلام ده. ده المريض على فكره اللي بيشتكي من ديسفيجيا ولا ايه؟ مش دي بريشر مانيفستيشنز تبع السيمبتومز؟ ها بس على فكره، هل كل مرضى القلب هعمل لها اكس ريوس كونتراكت لاترال فيو باريان سولو لما اشوف ان لفت افلام كبر؟ وعلى فكره هي سهله، هو مين اللي هيكبر لفت افلام؟ مايكرو فالف ديزيزز، يا مايكرو سولز يا مايكرو ريدرز، مايكرو سولز تم مايكرو ريدرز تم راجع كده او كده، اللفت هيت لما يقعد ايه؟ يكبر وهو اللي موجود بره، استهلك ولا لا؟ هنعمل حاجه اسمها الترا ساوند، الالترا ساوند في القلب اسمها ايكو كارديوجرافي، وحطوا علينا جهاز ثاني اسمه دوبلر، ايكو كارديوجرافي عشان نشوف الاستراكشر الاناتومي بتاعته، الدوبلر عشان البلاد فلو، فاصبحوا الاثنين مع بعض اسمهم ايه؟ ايكو كارديوجرافي اند دوبلر، هعمله مين لكل المرضى؟ ايكو كارديوجرافي اند دوبلر بتتعمل بطريقتين، الطريقه المتاحه والسهله ترانس ثوراسك من بره كده،
بيجيب الفضول ويمشي زي الاشعه الفضول بتاعت البصل بتاعت الحمل بتاعت الكلام ده. هو بيمشي كده من بره اللي بيصور ويشوف وبتاع ويقلب العين كده وكده ويقعده ويبدا يبص على كل حاجه. وفي نفس الوقت في دوبلر بيشوف مثلا البالون بريشر عامل ايه، الفلو عامل ايه وهكذا. لو العين كان مضيف قوي او انا عملت ترانسس راسك ومش مريحني وشايف ان دي حاجه صغيره مش عارف اشوفها، هيدخل بالمنظار هنا ويحط فيه ايه جهاز كده صغير بروب صغير يبقى قريب من القلب اسمه ترانس اوسوفيجيال. يبقى الايكو بتعمل بطريقتين، ترانس اوسوفيجيال وده الاساس، وفي ترانس اوسوفيجيال. ترانس اوسوفيجيال هو الاسهل وهو المتاح وهو المتبع وده الافيلابل وده الرخيص وده اللي في كل حته وماس ديزل. هذا الترانس اوسوفيجيال ايكو بعمله كل الناس. تقول لي هيفيدك في ايه؟ هيفيدني في ايه كفالبولار هارت ديزيز؟ ايتيولوجي واناتوميك وباثولوجيكال وفانكشنال دايجنوزس ويطلع كوميونيكيشنز. تقول لي ازاي؟ ايتيولوجيكال لو لقى دنس فايبروزس حوالين الصمام يقول لك هو في فايبروزس كتير يبقى دوت روماتيك، يعني السبب بتاعنا روماتيك. الصمام ضيق اهو يبقى دوت ضيق او واسع عن طريق روماتيك في فايبروزس. ما لقاش فايبروز بس الصمام فيه مشكله يقول لك كونجنتال مثلا. كمان يقول لك ها ده ايتيولوجيكال اناتوميكال. اناتوميكال يقول لك ده المشكله في البريكارديوم، ما فيش شويه انفيوجن يبانوا، لا ده العضله الميوكارديوم، لا ده الصمامات. باثولوجيكال يقول لك عندك استينوس ولا ريجيرج ولا دبل. كومبليكيشنز يحسب البلمونري بريشر، يقول لك عندي بلمونري هايبر برنش ويحسب البلمونري بريشر كام. مثلا كمان يا اولاد لو في كالسيفيكيشن يجيبها، لو في فيجيتيشن، فيجيتيشن جوه القلب، جلطه جوه القلب، ثرومبس يجيبها ينقطها. لو الفلتر في الكبر قوي يقول لك ده كبر. ويحسب الفانكشن، يحسب الفانكشن عن طريق كلمه اسمها ايجكشن فراكشن. هو يساوي الستروك فوليوم على الاند دايستوليك فوليوم. ستروك فوليوم يعني ايه؟ الدم اللي خارج من القلب في فتره واحده. اند دايستوليك فوليوم يعني ايه؟ الدم اللي موجود في الفنتركل في نهايه الدايستول، ما تتكلمش بسرعه. اند دايستوليك فوليوم. في نهايه الدايستول، مش الدم نزل الفنتركل؟ يحسب الدم اللي موجود في الفنتريك اللي قد ايه؟ سمنا الدم اللي خرج في الخطه الواحده من الاخر كده يا ولاد عمل قد ايه من الواجب اللي عليه؟ هو جاله كام؟ جاله كذا، طلع منهم كام؟ طيب مثلا هو جاله 70 سي سي طلع منهم 35 يبقى كفاءه القلب ايجكشن فراكشن 35 على 70 يعني 50%. فهمت قصدي ولا لا؟ يبقى هذا الايجكشن فراكشن بيحدد الوظيفه بتاعت القلب. وعلى فكره هذا الايجكشن فراكشن، هذا الايجكشن فراكشن من الحاجات المهمه جدا اصلا. هو انت تشخص ازاي ان في هارت فيلر من هذا الايكو الايجكشن فراكشن؟ ايوه بالظبط. لو كان علمنا 40% 45 ل 40% فانا معايا هارت فيلر. وي كان دايجنوز هارت فيلر باي ايكو. ده انت هتشوف ناس 30 و25% و20% وبلاوي. فاهمني ولا لا؟ اصلا انت لو انت دكتور مش بتاع قلب اصلا، انت بتاع بطن اي حاجه ثانيه. واحد عامل ايكو انت بتبص على الصمامات فيها ايه؟ وبتبص على الايجكشن فراكشن. ده اللي يهمنا بصراحه، دول اهم حاجات. بس لاحظ حاجه، الايكو طلع ايتيولوجيكال واناتوميكال وباثولوجيكال وكوميونيكيشن سواد فانكشنال، وكمان يا ولاد حاجه رخيصه ها وافيلبل في كل حته وسيمبل مانوفر مش محتاج خبير يعمله يعني. وليه وهنا انفيزيت من بره وهاي دايجنوستيك فاليو فحطوه هو انفستيجيشن اوف تشويس لحالات الفالفر مش حالات القلب كلها ولا حالات الصمامات يعني. اضف الى ذلك حاجه عشان تحب الايكو اكتر. بص يا دكتور، قرار العمليه ربما يتوقف على راي الايكو. تقول ازاي؟ دي اول مره بنقولها. المايكرو فالف اريا الطبيعيه من 4 ل 6 سكوير سنتيمتر. يعني ممكن تفتح لغايه 6 سنتي. فاهم ولا لا؟ لو واحد عنده مايكرو سوس بقى دي اما 4 دي كمان لو اقل من 1 سكوير سنتيمتر وتقسمه تايت مايكروستينوزس. تايت يعني ايه؟ انت مستني ايه يعني؟ انت مستني لما يموت انت مستني ايه؟ لازم فورا تاخده احبس معدن القلب روح اعمله وسع الصمام او روح غير الصمام. فهمتوا حاجه ولا لا؟ مين اللي هيديني هذا القرار؟ يبقى ليه يقول لك احسب البلب اريا قلت لك البلب اريا قد كذا انت جالك واحد 7/10 بسرعه المستشفى بتاعت ليه؟ مستني لما يحصل لك ايه يعني؟ كمان يا ولاد كمان لو واحد عنده اورتيك استينوزس بس بطريقه ثانيه هو ممكن يحسب البلد اريا بس بيحسب حاجه اسمها بريشر جريدينت. هو المفروض ان الدم بيعدي من البريشر العالي للبريشر الواطي، يعني الدم يمشي كده
هنا بريشر عالي هنا بريشر لو، دي اسمها زيرو بوينت. ما قبلها هاي بريشر اللي هو بعدها خلاص كملوا انتوا عارفين. لو انا عندي هنا ستينوزس فالبريشر هنا ايه؟ وده يرد على مين؟ خلاص الايكو بيقول لك البريشر هنا 10 بقى 20 بقى 30 يعني عمال يعمل لود على مين؟ لما قرب من 50 وناس قالت لغايه 70 ده يعتبر لود جامد على الليفت فنتركل. ها فانا لازم لما اقرب من 50 60 ادخل بسرعه اعمل له عمليه وجايب الصمام. تقول لي يا دكتور ما هو يدخل في فيليير من غير الصمام يا صاحبتي. هو لو دخل في فيليير وانت غيرت الصمام عملنا ايه اصلا؟ هو انت غير الصمام على قلب فاشل ليه؟ ما تسيبه يموت وخلاص؟ تقول له لا علشان كده شطارته كلها ايه؟ ان الحرق قبل ما يدخل في فيليير. واخد بالك انا المايترالي حسبتها ازاي؟ المايترالي لما قرب من واحد ها هنا حسبتها ازاي؟ بالبريشر جريزن حوالي 50 60 ملم مركري. امال يا دكتور لو عندي ريجرش قرار العمليه امتى؟ اكوردنج تو ديجري اوف دايلاتيشن. انتوا فاهمين الحته دي؟ الديجري اوف دايلاتيشن ده بيتناسب مع الاجكشن فراكشن. دكاتره واحد عنده ارنت ريجرش فلوس عندك حصل له دايلاتيشن حسبت له اجكشن فراكشن 75% احسن مني. فاهمني ولا لا؟ بعد سنتين بقى 70 بقى 65 بقى 60 بقى 55 حاسب قرب من 50 لازم فورا ادخله ليه؟ العمليات بغير مهلة الصمام. تقول طيب يا دكتور ما لما يدخل في فيلر براحته يبقى غير الصمام. يا ابني ما عملناش حاجه. شطارتك انك تحافظ على عضله القلب قبل ما تبقى ايه؟ ومهرتها كده وبقلتها مش عارفه تلم نفسها تاني. يبقى انا لما يكون عندي ريجرج هتابعه عن طريق الاجكشن فريكشن. لما قرب من 55 50 يعني من قليل قوي ده لازم تكون عملت له ايه؟ عمليه. رد عليا تعمل عمليه لما يفرق امتى؟ لو الفالف اريا اقل من 1 سكوير سنتيمتر. ها طب تعمل عمليه للي عنده اورد ريسونانس امتى؟ لو البريشر ليفل اقل من 50 ملم مرجع. تعمل عمليه للريجورج امتى؟ امتى؟ على حسب الديجري اوف دايلاتيشن ممثلا في الريجكشن فراكشن لما قرب من 55%. على فكره ده اللي بقوله لو انت عندك لسته للناس. لكن مثلا افرض لعيب كوره واكل عيش اصلا من الكوره والمايكرو بالجيريا بتاعته ثلاثه مش مكفيه خلاص عايز تعمل له عمليه؟ يعني الفكره كل واحد مجهول يا اولاد. يعني في واحد يبقى البالجيريا بتاعته واحد ونص مايكرو مثلا واخد بالك وعايش بيهم اصلا هو حياته كلها ايه؟ حاجه بسيطه يعني. واحد تاني عنده ثلاثه مش مكفينه يبقى لازم احط يعني اهم حاجه السيمتومز بتاعت العيان. انا بقول لك ان الايكو بيساعدني في هذا القرار. فهمت قصدي ولا لا؟ طيب الايكو من افضل الحاجات يا اولاد اللي يشخصها هي الفالفولار هارت ديزيزز. يعني الفالفولار بصراحه يعني انا لو عندي مريض صمام حصل انا اعمل له اي سي جي واعمل له بلين اكس راي واعمل له ايكو ده شكرا. فاهمني ولا مش محتاج اعمل له اثار؟ تقول لي طب ايه الاثار دي اصلا؟ الاثار هي سلك ضروري رفيع مرن مدور بيدخل تدخل الجسم حاجه انفيزيبل. ها انت عايز تروح فين في القلب؟ يا اما عايز اروح الناحيه اليمين يا اما عايز اروح الناحيه الشمال. لو عايز تروح الناحيه اليمين نقي لك فين كبير ويدخل فيه وليكن الفيمورال فين. دخلت من الفيمورال فين ومشيت عكس مشيت مع اتجاه الدم لغايه لما جبت الرايت اتريوم ترايكاز دي رايت فنتريك البرموندي بصيت وصورت عايز ادخل الناحيه الشمال. تعال على ارتري كبير وليكن الفيمورال ارتري او اي ارتري تدخل منه عكس الاتجاه دخلنا هنا في الليفت فنتريك بس ما اقدرش الف واخرج من المكان وارجع هنا. البلايند سبوت النقطة العامية في الأسطرة هي الحتة دي هي اللفت انتريوم. الأسطرة ما تدخلش اللفت انتريوم. عايز ادخل اللفت انتريوم ادخله زي ده. مين يوديني اللفت انتريوم؟ زماننا قال لي شوف الخط للرايت اعمل كده. اعمل ارتفيشال اي سي دي مفيش حاجة. عادي جدا. وانت لما خرجت ثاني مفيش حاجة هي عضلة وقفلت. وانت لما تدي واحد حقن عضل بتسيب علامة مكانها ولا حاجة. نفس الفكرة انا خدت خرم ورجعت ثاني بصيت براحتي بصيت على كل حاجة. تقول استفاد من الاسطرة ايتيولوجيكال واناتوميكال وباثولوجيكال درسنا البريشر في كل حته وحسبنا الفانكشن دول زي كده وزي كده بس اكسبنسيف وانفيزيف دي اوحش كلمه انفيزيف ها محتاجه هاي اكسبيرينس ونوت افيلبل في اي مكان مش موجوده في كل حته اصبح الايكو احسن مننا الا في حاله واحده لو كان عندي اسكيميك هارت ديزيزز كورونري هارت ديزيز قول لي ليه بقى. بص يا باشا لو ده كده الليفت سايد المنظر ده مهم. لو ده كده الليفت سايد ودي الفتحه بتاعت الاورتا اهي بعد الفتحه دي يا ولاد في انتفاخ كده في الاورتا اسمه بايزالفا.
فيها ساينس وبازال بيمين وساينس وبازال بشمال، يعني الاسم اللي بيعمل طبعا الفتحه كده هنا في انتفاخ في الاوضه عامل كده دايلاتيشن كده، شو اسمه بازال انتفاخ. في ساينس وبازال بيمين وساينس وبازال شمال بيطلع منها الرايت كورنر وبيطلع منها الليفت كورنر. دخلت بالاسطر عن طريق الفيمورال ارك وقلت ماشي لغايه لما جيت هنا وقفت هنا وقفت هنا، مش هي مجرفه؟ حقنت سبره سبره السبره تمشي في ايه؟ في الكورنر ده وفي الكورنر ده، بصور اصور اصور كذا صوره. اه الكورنر الجنه الكورنر الجنه ده مالها حلو زي الفل. لا الكورنر تمام، الكورنرز كلها حلوه، اتاكدت ان الدم رايح لكل مكان. وانا بعمل هذا البروسيدور لقيت الكورنر ضيق في مكان ما. انت بتعمل كده لقيت الكورنر في الحته دي، ها الكورنر نازل كده لقيت الحته دي ضيقه مثلا شويه، تقول اه دي اثروسكلوتر ولا حاجه، تروح خارج الاثار وتحط فيها دعاء مثلا، عامل زي السوسته كده، تدخل الدعاء هنا تتفرد. اول ما تتفرد هنا تخلي الكورنر يبقى عامل كده ستنت دعاء، يبقى انت عملت ايه؟ وسعت هذا الشريان. او تدخل بالبالونه الاثار تحط داخلها بالونه وتدخل هنا تنفخ البالونه، تروح ايه؟ تروح موسع السمك بالون كورونري انجيوبلاستي وسعته. او مثلا في جلطه شيلها دكاتره، هو انا كده قلبت الدايجنوز انفلابتك. عشان كده القسطره فيها ميزه انها دايجنوز كويس. لو حد رايح يعمل قسطره خدوا بالكم من حاجتين، اول حاجه الدكتور يطلب منه وظائف كلى، وظائف كلى عشان يكون صدق اصلا. اكتر حاجه تبوظ الكيمياء الكونتراست ميتروبتي، كونتراست المواد اللي احنا بنستخدمها كسببات، فلازم قبلها اتاكد من وظائف الكلى ايه مهم ولا لا؟ الحاجة الثانية، دول الأسعار ب 4000 جنيه، هتسيب 4000 جنيه وتسيب 20000 تحت الحساب. يعني الأسعار ب 4000 استكشافية. أصل ده بيقول لك إيه؟ ده عامل، أنتوا عارفين العامل المصري. أنت بيقول لقيت فيه حتة ضيقة، فأنت ركبت إيه؟ تخرج كله على فكرة، كمان ده عامل، حاسب على ده عامل، عشان تخش ليه؟ دايماً ولا لا؟ مش معنى تخش ليه دايماً؟ على فكرة هو نفسي يبقى مجتمع حلو، نفسي بس هو اللي غلط عند الاثنين. انت ما تضمنش العيان، في عيانين بصراحه صعبين جدا يعني. خلينا نتفق على كده، بس هو في دكاتره نصابين يعني، دكتور حرامي. يعني هو دخل ولقى الكورونا ازاي الفل، هو حد شافه؟ ربنا؟ هو حد مطلع عليه؟ ربنا فاهم ولا لا؟ يعني ايه؟ ممكن يقول له اصل انا ركبت لك دعاء. فاهم ولا لا؟ ولا حد يعرف هو ركب او هو ركب يا عم دعاء. هو مركب دعاء، فاهم ولا لا؟ بس هو لكن ده هو ما كانش محتاجها. حديث يبدا ويسجله كل ده الاماكن المحترمه على سي بي اي. ويقعد يتفرج عليه ويقعد يشرح له شفت انا لقيت ايه وعملت ايه. فاهمين؟ ده الناس اللي بتتقي ربنا يعني، لكن المجال النصب كده. اه ما حد ما احنا مش نصابين. احنا في كل مجال هتلاقي فيه ده وفيه ده. فده مجال النصب الذي سبب النصب رهيبه. واخد بالك؟ رهيبه رهيبه. طيب المهم انا عملت الاسطره كذا نص كونسيرتيك. هقول جمله، كاثترايزيشن از سوبيريور ذان ايكوكارديوغرافي اند دوبلر ان سكيمك هارت ديزيزز. ايوه لو كان عندي سكيمك هارت احسن من اعمله ايه؟ اصلا اولاد الايكو فقير جدا في السكيمك هارت، مش هيفيدني في حاجه من الاخر، مش هيعمل لي حاجه لا يقدم ولا ياخر. انا بقول لك حد عنده تشيست ايكو وسكيمك هارت بتاع الايكو ملوش لازمه اصلا، ملوش لازمه قوي. هنعمله بس اي كلام، لكن الاساس بتاعنا هو كلمه ايه؟ أسطرة. مين اللي عمله أسطرة؟ مريض انا بتكلم على امراض صمامات، مش عامل لهم أسطرة الا اذا كان اسوشيتد معاه اسكيميك هارت او بص اسمع يا دكتور او بري اوبراتيفلي. يعني انا قررت ان انا هغير له الصمام وادخله عمليه قلب مفتوح. قبل عمليه القلب المفتوح عايزك تنفض العيان بتاعك، افتشه كويس قوي. تقول لي اعمل ايه؟ يا دكتور فتش المريض بتاعك كويس، احسن يكون المريض ده عنده حاجه ثانيه انت مش واخد بالك منها. تقول لي مش قادرين نفهمك يا حبيبي، ركز معايا. تقول لي بتفهم ايه؟ هو النهارده عنده دي في سنه المايترال، فانت عملت له قلب مفتوح كده وغيرت له المايترال، بعد سنه تعب لان عنده حاجه في الاورده، دخلنا كمان في قلب مفتوح وغيرنا الاورده. بعد شويه تعب لان الكورونا اللي بايظه عايزين نعمل له كابج اوبريشن. فتحنا وعملنا سيستم من الاول، فاهمني ولا لا؟ وبعدين يا اولاد هي يعني المنظر ده سهل يعني، هي الفتحه دي سهله. طب تعملها مره واحده، تقول لي اعمل ايه يعني؟ انت قررت ان هو يعمل عمليه، ادخل اعمل اسطره والطبيب وفتش على كل حاجه. هو ايه المانع من نفس الفتحه اغير المايترالي واعمل كابج؟ ولا انتوا عارفين يعني ايه كابج ولا ايه؟
ده مش يا ابني استمام متنقل على الكورونا ده اهو ده اهو انت كده يا كمان حاجه اسمها بايباس تاخد الانترنت الممري او الهاند سابلي وتعمل فتحه كده وكده قناه السويس الجديده ايه رايك؟ ده اللي حصل هي كانت ضيقه لان انت رحنا صح هذه اسمها ايه؟ كوروناري ارت بايباس جرافت كوروناري ارت بايباس جرافت يعني عملية قلب مفتوح ايه المانع انك تغير الميكروبيوم وتعمل كلب في نفس الاوبريشن فهمت قصدي ولا لا؟ يبقى طالما هتعمل عمليه افتح واعمل قسطره وشارك على كل حاجه واعمل اللي عايز تعمله كله مره واحده لك فهمت ولا لا؟ عايز اجابه صاروخيه جالك مريض بالك ولا هارت ديزيز وعايز ارص الانفستيجيشنز كاجابه سؤال نظري اقول ايه؟ واحد اي سي جي اثنين اثنين اكس راي ثلاثه ايه تقدر تقول لك هل باريوم سوالو بس كونتراست لكل الناس؟ لا اذا كان في مايند اكزامبل ديزيز. هل اللاب لكل الناس؟ لا اذا كان في بايلر او فيفر او ارشايتس. هل مأثرة لكل الناس؟ لا في حالتين اذا كان في سكيل خاص او اذا كنا في اوبريتنج. مفهوم الكلام؟ يبقى دي كده انفستيجيشن. لو قال لك الدكتور انا دخلت الرحله على حاله بايلر وقال لك يا ابني انا عايز اعمل انفستيجيشن واحده هتقول له مين؟ ايكو شكرا. هنقول له ايكو كارديوجرافي اند دكتور. وشكرا لو عايز حاجه واحده يعني. ازاي تعالج امراض الصمامات؟ تريتمنت تريتمنت اوف فاجولار هارت ديزيزز دكتور بيشمل ميديكال تريتمنت وانترفنشنال تريتمنت وعلاج تدخلي بالبالونه يعني وحاجه اسمها سيرجيكال تريتمنت. ميديكال تريتمنت ده بيشمل بروفلاكتيك ويشمل سيمتوماتيك وكيوراتيف. اول حاجه بروفلاكتيك اجنست حاجتين روماتيك اكتيفيتي وانفكتيف انديكولايتس. هو اللي حصل له روماتيك فيفر وعملت مشكله في القلب بقى روماتيك هارت ديزيز، اوكي؟ لازم ياخد لون ده اكتيف انه يستلم مدى الحياه. تقول له طب ليه يا دكتور؟ ما هو اللي حصل حصل. يقول لك لا ما عشان ما يحصلش ده. تقول له ما هو حصل ده ممكن يحصل تاني. ريكارنس اوف روماتيك اكتيفيتي ممكن تعمل انذر ديزيز. يعني هو كان مايكرونز نوز بس. بقى دبل بقى مالتي فايبرر أو ممكن تزود السيفيريتي أوف ذا سيم ديزيز يعني هو كان مايكروسوز بس بقى تايب مايكروسوز أو ممكن تعمل مايوكارديتس ذا بريسبتيت هارت فيلير إيه خطورة ريكارنس أوف روماتيك أكتيفيتي تزود نفس المرض تعمل مرض تاني تعمل مايوكارديتس الذي يؤدي إلى هارت فيلير لازم أعمل له بروفلاكسز أجينست الإنفكتيف إندوكارديتس صوت أكيوت بكتيريال إندوكارديتس الأورجانيزم ضعيف بس بيستغل إن القلب فيه مشكلة يعني فبالتالي لازم رايح يعمل حاجه تسليم ويعمل عمليه لازم اديله انتبيوتيك قبلها وبعدها. سيمتوماتيك جمله سهله دخل في تشيست انفكشن دون انتبيوتيك. دخل في هارت فيلير ريست ودايوريتكس والحوار ده. دخل في اتريال فايبليشن اديله انتي كوالمنت اديله انتي انزميك. كيوراتيف تريتمنت كلمه غريبه شويتين. كيوراتيف يعني انا هخفف واحد عنده فالبرال هارت ديزيز بعلاج اسمع دي كده مع مريض الاورتيك ريفيرجن بس. ازاي؟ بص يا دكتور. واحد عنده اورتيك ريفيرجن، كلكم عارفين ايه مشكلته؟ اثناء الدايستوليك في الاورتا. ماشي. راح الدم سايب الدايستوليك ليه؟ وراجع الدم اللي رجع ده. الدم اللي رجع عمل ايه في الدايستوليك؟ عمل ايه يا ابني؟ قلبه. والدم اللي جه هنا؟ ها فطلع دم كتير اوضح معايا هون سيستول يعني الاورتيك ريفيرجن معايا ايه؟ هاي سيستول معايا ايه؟ هذا استور بالتالي عندي حاجه اسمها بيج باس ده من بعدين الدم اللي راجع ده النود على الليفت فنتك الدم اللي بيرجع ده يا هو ده المشكله ده اللي راجع ده المشكله عارف لما نعمل بوم الدنيا هتتحسن الدم اللي راجع ده اسمه ريجكشن فراكشن حلو ريجكشن فراكشن فهم عملوا تجربه حلوه قوي ادوا مرضى الاورورت بريلر سمول دوز اوف اس انهبيتور از فازو دايليتور عمل البريفرال بازو دايليتيشن خلى الدم عايز فين؟ في البريفرز طب او بازو ريجكشن فريكشن ايه؟
هو كله قال لي بس الصوت بتاعنا ما بقاش وريح له. هو نعم الصوت ممكن يقل شويه عشان عملنا هولد دلوقتي بس مش مشكله. ها انا حافظت على مين ولا ايه؟ يبقى اذا بقول لك ايه سمول دوزس اس انهبيتر از ا بوزيتيف ويل ديكريز ريجكشن فراكشن ذات بروتكت هارت. حصل ولا لا؟ يبقى اللي عنده هولد ريجكشن احنا عنده ايه؟ هيعمل ايه اس انهبيتر؟ هيخلي الدم يرجع ليه؟ وده حاجة حلوة ولا؟ طبعا العيال اللي بيجوا وقفوا الاسم ده. اصل انا عايز اوريكم حاجة عايز اسمعكم ميرمر، ما هو ميرمر هيحصل ايه؟ مشكلة ولا؟ انا عايز اوريك بريفرال ساينس فبالتالي انا موقف اللجنة دلوقتي عشان اشوفكم السبت مثلا. فاهميني ولا لا؟ لان لو خد العلاج خلاص هتلاقي البريفرال ساينس بتاعته اختفت. عموما هو في ولد ده لا يذكر الا مع الاورتيك ريجيشن. دكاترة هم بس في البطنة وفي الجراحة الاثنين في فالفر هارت ديزيز. بس احنا في البطنه بنهتم بالميديكال. في الجراحه لو قال لك تعالج العنده دي اول كلمه تقول له سيرجيكال. في البطنه اول حاجه هتقول له ميديكال. يعني خليك منافق يعني ادي كل واحد حاجته الاول. هو بصراحه وانا بتاع بطن. بس هو العلاج سيرجيكال. مش عارفين العلاج بتاعنا ايه؟ كل ده ايه؟ اوهام. لكن عندي سموم بايظ لابد ان انا اغيره او اوسعه او حاجه زي كده يعني من الاخر يعني. حتى الكيلومتر ده ما لو جاب نتيجه ما كانش حد غيري. فهمتوني بجد ولا لا؟ عشان كده بس هو الفكره دكتور البطن يحب يسمع الميديكال. ده اهم حاجه الميديكال للدكتور. والبروفلاكسيس ده تحفه والسيمتوماتيك فاهم تروح تقول له اي هبل. انترفيشن علاج بالقسطره علاج تداخلي. اسمع السمول مايترال دايجر دخلت بالقسطره على المايترال فالف بالبالون وسعته. ها بالون مايترال فالف بلاستي بالون اورتيك فالفوبلاستي بالون بالموناري فالفوبلاستي حتى الكوروناري بالون كوروناري انجيوبلاستي. فاهمني ولا لا؟ اللي هو التوسيع. طبعا مش هقول انترفنشنال الا اذا كانت حالتي ستينوزس. طبعا لو في رجال انترفنشنال هتعمل ايه يعني؟ ما هو اصلا واسع بتوسع فيه. طيب لو كانت الحاله بقى سيفير ولا تستجيب للميديكال تريتمنت والايكو قال لك والعين مش مستحمل لابد من سيرجيكال انترفيرنس. لو كان في ستينوزس قدامي حل من الاثنين يا اما اوسعه بالبوتومي يا اما اعمل له ايه؟ ريبليسمنت. ها لو كانت الحاله بتاعتي ريجرج اعمل حاجه من الاثنين يا اما اكشكشه واعمل ريبير يا اما اغيره ريبليسمنت. طيب لو دبل اوسعه ولا اكشكشه؟ لا هعمل ريبليسمنت طبعا. طيب بالبوتومي قلناها قبل كده باجي على المايكرو الفالف اللي ضيق واعمل فتحه او حتى ممكن كده تفتح وتوسع ماشي؟ لو عنده رجال مش تعملوا ريبير ايه ريبير ده؟ يعني الصمام واسع كده مدهور بدخل في غرزه من هنا غرزه كده واقعد امشي بيها كده 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 لغايه ما اطلع قطف من هنا قطف من هنا واشيل. عارفين السر في الدنانير كيس الفلوس الحبل بتاعه اللي فوق كده بيشد كده فيقفل زي بالظبط. بس المشكله ان عمليه الريبير دي او انوريبلاستي فيها هاي ريكارنس يعني بعد شويه بترجع تاني فلا بد من عمل ريبليسمنت. يعني احسن الحلول هو كلمه دي لما بيجوا يغيروا صمام المد ويركبوا صمام المتبع في المصريين دايما هو الصمام المعدني اللي هو الميتاليك فالف. في حاجه ثانيه اسمها تيشو فالف. تيشو فالف ده بيتاخد من خروف او من بيت او حتى من كادبر من بص. التيشو فالف ده فيه ميزه حلوه قوي مش محتاج انتي كوابلنت ما يتكونش عليه جلطات بس فيه عيب وحش قوي بيعيش 5 سنين نسبي ولا بوي 5 سنين ده بركبه سوستر كل 5 سنين ايه؟ اغير. عشان كده قال لك حاجه مين اللي بيعمله تيشو فالف؟ راجل عجوز واحنا هو كده كده خربان واخد بالك؟ او واحده ست في الشايلد بيدنج بيقول لا جدعان كملي اسرتك وخلاص. يعني هي اصلا مش هي حامل مش عارفه ايه؟ انت كويس وبعد ما تجيب لها ده تقول لها 5 سنين تجيب لك عيالين ثلاثه وخلصنا. فهمت ولا لا؟ وعلى فكره لو كانوا الدكاتره معظمهم المصريين بيركبوا ميتاليك ولا احماني بيديها هيبلين اثناء فتره الحمل وهكذا وبيتابعها يعني. لكن اوكي الكتاب بيقول ايه؟ العلم بيقول ايه؟ الانديكيشنز اوف تيشو فالف حاجتين. اذا كان راجل عجوز لان كده كده خربان وعمره الافراد خلص فاحنا ركبنا التيشو فالف عشان ما يخش انتي كوجلنت تعمل له مشاكل. ها او اذا كانت واحده ست وعايزه تحمل وكده ها نركبه ولا بس طبعا ايه ولا مش هنفضل مش هنغيره بقى مرتين يا اولاد. لو انت قدامي 5 سنين تجيب لهم 3 عيال فاهمين ولا اجر عندي؟ هات 3 عيال وخلصنا الليل على كده ما تطلبوش عيال تاني بقى. اتفقنا؟ طيب لو غيرنا صمام دايما المتبع هو الميتاليك فالف
اهم حته في المحاضره الصفحه رقم 59 تحت في مربع ازرق كده اسمه دايتر ريبليسمنت. اقسم بالله العلي العظيم بينزل حالات بالهبل في كل الجامعات. الناس اللي مغيرين صمام الدكاتره المرضى اللي مغيرين صمامات اكتر بكتير من المرضى اللي مش مغيرين. ايه رايك بقى؟ يعني معظم الحاجات اللي جاي لك حد مغير صمام، هو بيلعب طول السنه، هو مغير مين؟ فاهمين ولا لا؟ عندي ثلاث اسئله لازم تحضرهم قبل ما حد يسالك. وتش بالب از ريبليست؟ وات اباوت فانكشن اوف ريبليست بالب؟ شغال ولا مش شغال؟ ايه الكومبليكيشنز اوف ذيس ريبليست بالب؟ نمره واحد وتش بالب از ريبليست؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله اللي بتغيره اثنين. يا مايكرالي يا مايكرالي. عشان الروماتيك بيتحبش الروماتيك بيتحب ناحيه الشمال. طيب هو مغير يا مايكرالي يا اورت؟ فانا بسال عنين وغيرت مين؟ يقول لك غير المايكرالي. لا انا غيرت الاورت خلصت. بس في عنين غريب جدا. مغيرين اسمهم اللي في القلب. تقول له انت يعني بيقول لك انت الدكتور بقى مش انت عارف كل حاجه. ها يعني هو واحد وعارف ان هو ايه؟ ان هو مغير سمام بس مين؟ اعمل ايه؟ احط السماعه المكان ده على سيرفس اناتومي. لفت برستن واسمع صوت معدني. بيعمل كده والله واضح جدا. هذا الصوت هو مغير الاورطه مغير مايكرويف. مش الاس 1 هو قفل في المايكرويف والاس 2 قفل في الاورطه خالص كده وايه علاقه ده؟ ميتاليك اس 1 مغير مايكرويف ميتاليك اس 2 مغير. اوعى حد يقول اللي سامعه على الايبكس اس 1 واللي سامعه على البلمونري اس غلط. اصلا اول حاجه الصوت ده بيتسمع وانت واقف جنبه. يعني اصلا مش محتاج ايه؟ سماع هو مسمع في كل حته ما تقوليش هو عامل فين؟ لا ما تسمعوش ولا حد منكم سامع صوت معدني، صوت زي الساعه كده. خلص؟ ده مشهور جدا جدا جدا. اوكي مهم يعني. فالحل ان انا اعمل ايه يا ولاد؟ تايمين، ماليش دعوه بالمكان، ماليش دعوه بالزمان، هو هيستولك ولا هيستولك؟ السؤال الثاني. طب الوظيفه بتاعته اللي انت ركبته الصمام ده شغال ولا مش شغال؟ بص يا دكتور قبل ما اعمل العمليه يا دكتور كان عندي كشف ده بس وبكح دم وما اعرفش اطلع سلم وبرفع المخدات بعد العمليه بقيت العب كوره. ها يبقى العمليه نجحت. انا بعد العمليه زي قبل العمليه يبقى العمليه فشلت. يبقى الكلام ده الهيستوري عن طريق الاكزامينشن. لو انت تعرفه قبل العمليه كان في مرمر، بعد العمليه المرمر اختفى، العمليه نجحت. لا بعد العمليه المرمر زي ما هو كده العمليه فشلت. اهم سؤال ايه هي الكومبليكيشنز اوف ريبليسد فالف؟ خمس حاجات. نمره واحد ديس فانكشن ما يشتغلش، صمام صيني ما اشتغلش، يبقى اسمها ايه؟ ديس فانكشن زي الاسم. او هيموليتيك انيميا او هيموليتيك جامبس. حد يشرحها لي. اه بس السيرفر كله كاستم مش حاجه معدنيه. يبقى ده ميكانيكال ديستراكشن هيموليتيك انيميا او هيموليتيك جامبس. عشان هو راف سيرفس يحصل عليه فيجيتيشن يجمع عليه جلطه. على فكره لو حصل عليه جلطه يا ولاد لازم يتغير. تقول لي طب ما يديله انتي بايوتيك. لا الانتي بايوتيك مش هينفع. ليه مش هينفع؟ اصلا مفيش دم. تقول لي يعني التشو بالك واصل له دم، لكن ده مش واصل له دم. الصمام بتاعنا فيه دم. لو في عنده فيجيتيشن واديته انتي بايوتيك هيوصل عن طريق الدم لكن الميتاليك ده. فلابد ان انا اعمل ايه؟ فالف ريبليسمنت مره ثانيه. عشان كده اوتوماتيك في اللاوعي. اي حد بيركب ميتاليك فالف يمشوه على بص مدى الحياه لونج لايف يمشي على الانتي كواجيلانت. يروح ميت بالسيربرال هيموريج. تقول لي نعمل ايه يعني؟ نعمل ايه؟ يا دكتور اديله انتي كواجيلانت بس اعمل له متابعه كل شويه اقعد اعمل له تحليل سيوله واشوف الدنيا عامله ايه. يبقى اللي هياخد انتي كواجيلانت بتابعه حاجه اسمها اي ان ار ما شرحتهاش في نص الشهر. لازم اعمل له تحليل كده كل شهر اشوف النسبة عنده عامله ايه. يعني ما تديش واحد انتي كواجيلانت وترميه كده. يبقى خمس كومبليكيشنز ديس فانكشن روماتيك انيميا روماتيك جامبس ها روماتيك فالف اندوكاردايتس اللي هي فيجيتيشن يعني وكومبليكيشنز اور انتي كواجيولنت. قشطه الكلام. خلصت المحاضره. المحاضره الثانيه بالظبط الساعه 4:05 عنوانها مايكرو ستيروزس.